فكرة انه احنا دايما بيبقى عندنا ايه؟ بنعرض الموضوع في مواضيع مش قليلة، بيبقى عندك في مواضيع قليلة بيبقى عندك عنها فكرة، في مواضيع مبقاش عندك عنها فكرة. الموضوع اللي ما عندكش عنه فكرة لازم هيجي أول مرة، لازم هيجي أول مرة. وبعدين الحاجة التانية انه زي ما بقول لكم كده، لو انت عايز تقرا الموضوع لازم تقرا من كتاب تاني، بقول لك لازم تقرا من كتاب، هتبص تلاقي في الكتاب مكتوب الكلام ده، نقوم نقرا بقى الكلام ده ونزل. طيب تعالوا نستعرض بقى بسرعه، احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ قلنا انه الاندكشن اوف اوفيوليشن ليه ثلاث طرق رئيسيه، طريقه اي كلام، انا هبعده شويه، ليه ثلاث طرق رئيسيه يا اولاد، طريقه اي كلام اللي هي ايه؟ ان انا ادي جونادوتروبين ريليزنج هرمون بالسيتايل. الطريقه دي برغم ان هي نظريا ثيوريتيكالي تبدو رائعه وجميله وكل حاجه، ده نظريا، الى انه واقعيا الطريقه دي ما اقدرش استخدمها. حد فاكر ليه ولا لا؟ علشان مش معقوله ان انا ادي لعيانه بسرعه كده على جنب induction of ovulation، قلنا في طريقه ان انا ادي جونادوتروبين ريليزنج هرمون بالسيتايل. الطريقه دي نظريا تبدو جيده جدا. ليه نظريا تبدو جيده جدا؟ لان انا محافظ على الاربع فصول بتوع المسرحيه، محافظ على العلاقه بين الاوفري والهايبوثالامس والبيتيوتري بالبوزيتيف والنيجاتيف فيدباك، فالموضوع ماشي زي الطبيعي، فنظريا تبدو جيدة. انما عمليا ما اقدرش استخدمها. ليه؟ لانه مش معقولة ادي للعيانة جونادوتروبين ريليزنج هرمون بالسس كل 90 لـ120 دقيقة. الكلام ده مش منطقي ومش واقعي، ما اقدرش انفذه على ارض الواقع. حفاظي على الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده هيؤدي الى ان الانسيدنس بتاعه المالتي فيتال بريجننسي والاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم مش بس هتبقى قليله، ستكون اقل ما يمكن. واضح كده يا اولاد؟ طيب الطريقه رقم 2 ان انا استخدم الجونادوتروبين هرمونز اللي هم الاف اس اتش والال اتش، اعمل سيميليشن للبيتيوتري سايكل باف اس اتش صناعي وال اتش صناعي. وهذا الكلام يا اصدقائي في مشكله، ان انا ما عنديش بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك، دي مشكله كبيره. انا اللي بقيم وبقدر جرعه الاف اس اتش، وانا اللي بقيم واقدر جرعه الال اتش، وبالتالي الريسك بتاع الاوفيريان هايبر ستيميليشن والمالتي فيتال بريجننسي بيبقى ماكسيمم. هي دي اقصى حاجه ممكن نعمل فيها هذا الكلام. ليه؟ لانه الاكسوجينوس يا اولاد غير الاندوجينوس في ايه؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه في طبيعته ان ده مش بتاع نفس الست ومش بنفس الكواليتي بتاع الست دي، ده واحد. رقم اتنين ان الاكسوجينوس ده الدوزس بتاعته ما فيهاش بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك، انا بدي عمياني كده حقن وما عنديش اي جايد غير مين؟ غير الفوليكلومتري. وبالتالي الريسك ان انا اعمل اوفم كتير ده ريسك عالي جدا، انه اعمل ايه؟ اوفم كتير واعمل اوفيريان هايبر ستيميليشن ومالتي فيتال بريجنسي. الطريقه اللي عاده بنبتدي بيها طريقه الانتي استروجين او الاسم الثاني او الاحلى كلمه سيرم. يعني ايه كلمه سيرم؟ يعني سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور. سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتر، يعني ايه سيلكتيف استروجين ريسبتور؟ يعني ممكن الاقيه شغال في حتت انتاجونست، وممكن الاقيه شغال في حتت اجونست، وممكن الاقيه في حتت مش شغال خالص لا اجونست ولا انتاجونست. كويس. اهم واحد زي ما اتفقنا هو الكلوموفين ستريت اللي محمد عبد العليم بيسميه ابو خميس. وابو خميس بيضيف فصل خامس للمسرحيه، صح ولا لا؟ قلنا الفصل الاول بيمشي عادي خالص، ان ايه بيحصل؟
الاستروجين قليل فالاف اس اتش بيحصل له ايه؟ بيعلى، نبتدي الفوليك اللي يحصل لها ايه؟ تكبر اهو. وبعدين اقوم مدي استروجين ريسبتور بلوكر، لا الاول لسه، وبعدين لما الاستروجين يعلى يقوم الاف اس اتش يحصل له ايه؟ يقل الاول، فيقوم يحصل سيلكشن لمين؟ للاوفر. الفصل الثالث اللي انا هالفه بقى ان انا بعد لما يحصل سيلكشن، خلي بالكوا بقى، انا هدي الدواء ده من خامس يوم، قلنا ساعات من تاني يوم، يبقى هنا حصل سيلكشن لكام اوفم؟ واحده صح؟ ممكن في اثنين او ثلاثة تانيين تحت ما ماتوش، كانوا بيموتوا بس ايه لسه ايه؟ ما ماتوش. فاقوم ابتدي ادي الاستروجين ريسبتور بلوكر ده، فيقوم الاف اس اتش يحصل له ايه؟ يعلى. المفروض ان انا اديت فرصه للاوفم سيلكشن ولا لا؟ مفروض ده نظريا، بس جايز لما الاف اس اتش يعلى الاثنين ثلاثه اللي تحت دول يحيوا تاني من العدم صح؟ يبقى ستيل الريسك بتاع الاوفيريان هايبر ستيميليشن والمالتيبل بريجنسي موجود ولا لا؟ ستيل موجود، بس اكيد اقل بكتير كريسك اوف اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم ومالتي فيتال ايه بريجنسي. يبقى لما اجي ابص للثلاثه دول وهم جنب بعض الاقي ايه؟ الاقي ان هناك مفيش ريسك اوف دي كده، مفيش اصلا ريسك اوف مالتي فيتال بريجنسي واوفيريان هايبر ستيميليشن، ولو في ده يبقى زي الطبيعي زي العادي جدا. هنا الريسك ماكسيمم، هنا ريسك بس ريسك ايه؟ قليل. وجي منين الريسك القليل؟ جه الريسك القليل من ان انا كان عندي اتنين تلاته بيموتوا، لما الاف اس اتش عالي مره تانيه قام حصل لهم ايه؟ كبروا، فابتدينا نخش في اوفيريان هايبر ستيميليشن. ولو حصل الاوفيريان هايبر ستيميليشن والمالتيبل بريجنسي هتبقى حاجه ايه؟ مايلد، مش زي صاحبنا التاني اللي هو الايدي طرشه ده الاف اس اتش. طيب ضفنا الفصل الخامس من المسرحيه، ادينا استروجين ريسبتور بلوكر بيبلوك الاستروجين ريسبتور في الهايبوثالاموس والبيتيوتري، فيبتدي الاف اس اتش يعلى، خلاص انا ما بقاش عندي نيجاتيف فيدباك، فابتدى الاف اس اتش يعلى مره ثانيه. ماشي. فالفوليكل تبتدي تكبر، هوقف الدراج، كده انا ما عندي كام فصل يا اولاد؟ ثلاثه. هبتدي اوقف الدراج بعد خمس ايام، يبتدي الهايبوثالاموس والبيتيوتري يحسوا ان الاي 2 اكتر من 200 لمده يومين وساعتين قولوا ان شاء الله، فيبتدي يطلع ال اتش سيرج رهيب ورهيب جدا، يعمل اوفيليشن، ورقم خمسه يبتدي الكوربس ليوتيم يطلع بروجستيرون يعمل سبريشن وتنتهي السايكل. ده لو ما حصلش حمل، بس انا ما نفسيش في النهايه دي، انا نفسي في النهايه السعيده ان يحصل بريجننسي بقى، يحصل اوفيليشن وبريجننسي وهكذا. يبقى اذا الفرق يا اولاد ما بين العادي وما بين استخدام الانتي استروجين ان انا حولت المسرحيه من اربع فصول الى مسرحيه من كام فصل؟ خمس فصول. وهبص الاقي هنا مكتوب، دي صوره بتيجي في الامتحان، صوره الدواء ده صوره صعبه قوي، مكتوب عليه ايه؟ كلومين، ولما تبقى كبيره شويه مش محتاجين نكبرها مكتوب تحتيها كلوميفين ستريت. ودي مثلا جت، عايز اقول لكم، تيجي في امتحانات كتيره قوي اخر 3 4 سنين، جت تقريبا في كل امتحانات او في اغلب امتحانات نهايه السنه اخر السنه، وتحتيها اسئله. 50 مللي جرام تابلت توايس ديلي لمده 5 ايام من اليوم الخامس للدوره، ويمكن علشان اتاكد انه شغال كويس اعيد استخدامه لمده ايه؟ 5 مرات. فهمنا يعني ايه يا اولاد؟ اوكي. اتفقت مع حضراتكم قبل كده ان احنا لو في امينوريا لازم نعمل ايه؟ بروجستيرون وسترول بليدنج قبل لما ندي الدواء علشان اتاكد ان العيانه ايه؟ مش حاجه. برافو عليك، كويس. السايد افكت بتاع الدواء ده، قلنا كل ادويه الاندكشن اوف اوفيليشن، صوره كده واضحه يا اولاد؟ صوره كده واضحه، اوضح من الاول مش كده؟ تاني كده الدنيا كويس، بس انا غور شويه بس. حاضر. زي كل ادويه الاندكشن اوفيريان هايبر ستيميليشن ومالتيبل بريجننسي، الاوفيريان هايبر ستيميليشن رير، المالتيبل بريجننسي 10% بالكتير. جميل. قلنا انتي استروجين افكت، مونوبوزال سندروم. يعني ايه مونوبوزال سندروم؟ لما بيبلوك الاستروجين ريسبتور ابص الاقي فيه دراي فاجينا لان السيرفكس مش بيطلع ميوكس، ابص الاقي العيانه عندها مانيفستيشن اوف يوروجينيتال ديفيشنسي بتاع الاستروجين، حاسه انها ناشفه من تحت، حاسه هوت فلاشز. حد يسمع الهوت فلاشز؟ هوت فلاشز فازو موتور سيمتوم. الهوت فلاشز دي بالمناسبه
الايديولوجي بتاعها في المونوبوز يدي الاف اس اتش. يعني لما هناخد في مش في المونوبوز ده الاف اس اتش بيبقى عالي ليه؟ مفيش نيجاتيف. طب وهنا الاف اس اتش احنا بنعليه قوي ولا لا؟ بنعليه، فبيعمل كمان هوت ايه؟ هوت فلاش. يبقى عيان عندها هوت فلاشز ودراي فاجينا، هو ده اللي احنا بنوصل بيه حاجه اسمها المونوبوز الايه؟ سبب. عرفنا يعني ايه هوستايل سيرفايكال ميوكس؟ سيرفايكال ميوكس من النوع الدمياطي اهو، ده اللي بيبقى يديك سيرفكس ناشف فالسبيرمز ما تقدرش تطلع فيه. تيجي تعالج عيانه من انفيرتيليتي عشان مشكله في الاوفري، تعمل لها مشكله في فين؟ في السيرفكس. ييي دواء وحش مش هنستخدمه يا عمي. ما انا قلت لك ده في بعض العيانين. مشكلتكم ان انتوا ساعات تنسوا الكلام الصغير اللي انا بقوله ده عشان يفهمك. بعض العيانين السنسيفيتي بتاعت كل العيانين مش زي بعضها. احنا اتفقنا ان احنا مختارين دواء ايه؟ مور بيتيوتري سيلكتيف. مختارين دواء ايه؟ مور بيتيوتري سيلكتيف. انما كونه نيجي في بعض العيانين يعملوا ستايل سيرفايكال ميوكس ما يجراش حاجه. طيب على البريجننسي دي استراتوجينيك، وعشان كده قلنا لازم نعمل وذرول بليدنج بعد ايه؟ بعد 5 ايام. السي ان اس هيديك وفيجوال ديستربنس اللي هي دكتور، مش احنا اتفقنا ان انا هشغل البيتيوتري زياده عن اللزوم، فالبيتيوتري هتكبر زياده عن اللزوم، فيبتدي تعمل مايلد انكريز في الانتراكرينيال تنشن، فيبتدي يعمل شويه هيديك ويعمل شويه فيجوال ديستربنس. بالمناسبه الكلوميد كمان ليه شويه مدرياتك افكت، يعمل مدريز شويه، وده برضو من الحاجات اللي بتزود ايه يا اولاد؟ بتزود الفيجوال ديستربنس والهيديك الاثنين. اخيرا قلنا الدواء ده تحت كلمه جي اي تي ابسنت اكتب نون ستيرويدال، علشان تفكرك في امتحان الام سي كيو اول اختيار بيبقى ان هو ايه؟ نون ستيرويدال. تعالى يا ميلان، تعالى اقعد رزا لف كده. واللي بيصور لنا السبور عامل ايه طيب؟ بيصور لي السبور. طيب يبقى اول حاجه جي اي تي ابسنت. يعني ايه جي اي تي ابسنت؟ يعني نوزيا وفوميتنج وحاجات كده. بريس ديسكمفورت، في ناس كتير قوي ما فهمتهاش المره اللي فاتت، نقولها مره ثانيه. مش انا فاكرين الشعار بتاع الكلوميد ايه؟ الشعار بتاع الكلوميد لما قلنا قال له ما عندوش وهو عنده جوه، فاكرين؟ يعني انا عامل فيري هاي استروجين ايه؟ ليفل. الهاي استروجين ليفل ده شغال على ايه ومش شغال على ايه؟ مش شغال على البيتيوتري بس شغال على مين؟ عمال يزود في السايز والفاسكولاريتي. فيبتدي البريست ده يحصل له فيه ايه؟ يحصل تندرنس في الايه؟ في البريست. حطي خد يا ابني الكرسي ده وتعالى نفض ولا غور بقى يا عامل لك ايه؟ طيب الريزلت الحقيقه ان هو بيدي جود ريسبونس في 75%. يعني الكرسي ده انا هقعد عليه كمان شويه بس هو مش مستنضفه. ماشي ماشي يا مصطفى. طيب بيدي جود ريسبونس في 75% يا ولاد. يعني ايه؟ يعني ده كويس قوي از فيرست لاين تريتمنت، لانه في 75% من الستات هيجي لهم تبويض ونتبسط. طب اعرف ازاي انهم بوضوا؟ اعرف ازاي انهم حصل لهم اوفيليشن؟ فوليكلومتري شاطره، وحاجه اهم بقى منها انها تحمل ان شاء الله. يعني التست اوف اوفيليشن كلها زي الفوليكلومتري، مش دول خدناهم ولا لا؟ الفوليكلومتري، الميدليوتيال بروجستيرون، البيزك. عشان كده يا ولاد انا ساعات تلاقيني ايه؟ مش انا جيت قبل كده قلت لكم الاوفيليشن هنعرفه بكذا وكذا وكذا؟ هيجي بعد كده 100 مره مش كده؟ بس انت ساعتها قلت ايه ده؟ انا نسيت هو قال ايه؟ طب ما هي هتيجي يا بابا، هتيجي، هتيجي مره واثنين وثلاثه واربعه ومية لغايه لما هتعرفها، وهيبقى كلامك هو ده، هو ما بيتكلمش غير ده، بس ايه؟ عارف يقول لك ايه؟ اتقل تاخد حاجه نظيفه، اتقل كده تاخد حاجه نظيفه، خلاص؟ طيب يبقى ميدليتيم بروجستيرون سيريال وباي فيزيك. قلت لكم المره اللي فاتت ان انا شرحت الاندكشن اوف اوفيليشن كاملا ما عدا حته دي اللي هي ايه؟ ماذا نفعل عندما يفشل الكلوميد؟ ماذا نفعل عندما يفشل الكلوميد؟ ما هو العمل لما يحصل فيلد كلوموفين ستريت؟ لا دي لازم اكتبها، مش معقول اكتب فيلد كده واكتب دول جنبها، لا نتحبس. فيلد كلوميفين اهو ابيض، فيلد كلومين ستريت اهي اهي. حد يخش صاخر مصطفى ما تصورش السبوره دي بالذات. طيب يبقى انا فيلد، ماذا تفعل لو فشل الكلوميفين ستريت؟ بصوا بقى لازم نفهم حاجه،
ان الفيلير اوف كلوموفين سيتريت ده اولاد مش حاجه واحده. الكلوموفين ممكن يعمل اوفيليشن بس ما يعملش بريجننسي، وممكن من الاساس ما يعملش ايه اوفيليشن. لو عمل اوفيليشن سوري لو ما عملش اوفيليشن يبقى العيب في نجاحه هو شخصيا كدواء، يبقى ساعتها هو محتاج ايه مساعده او تغيير، مفهوم كده؟ بس لو عمل اوفيليشن من غير ما يحصل بريجننسي يبدو ان العيب في حاجه تانية محتاجه اظبطها. سهله الفكره دي الاولانيه؟ يبقى تاني، يبقى صاحبنا ده لو عمل اوفيوليشن كويس بس ما عملش بريجننسي يبقى العيب في حاجه تانية محتاج ايه اظبطها، بس لو ما عملش اوفيوليشن يبقى هو اللي شخصيا اللي فشل في انه يعمل اوفيوليشن، يا محتاج اساعده يا محتاج ايه اغيره. سهله؟ طيب يبقى انا عندي تو ليمبس مبدئيين كده، ان هو فيلد تو اوفيليت، معرفش يعمل لنا اوفيليشن. طيب لو معرفش يعمل لنا اوفيليشن ما هي الاسباب التي قد تكون؟ واحد ان هو غير كافي الدوز ده، فاقدر ازود الدوز اند اور الديوريشن بتاعته. يبدو ان الكميه طب ليه يا دكتور مش انت قلت بقى قرصين بقى وخلاص بقى وكده؟ ايوه يا اخوانا، مش احنا اتفقنا ان العيانين الريسبونس بتاعهم مش واحد؟ فالعيانه دي القرصين مش كفايه، الخمس ايام مش كفايه. ليه يا دكتور؟ عشان حاجات كتير، عشان البيتيوتري بتاعتها مش سنسيتيف قوي للكلوموفين، افهموا اللي انا بقوله ده عشان ده مهم، او علشان النمبر بتاع الاف اس اتش ريسبتورز اللي في الفوليكلز بتاعتها قليل، او لسه هقول بقى بقيه الحاجات، بس دول اللي هينفع فيهم زياده الدوز والايه والديوريشن. يبقى واحد ان انا ازود الدوز وازود الايه الديوريشن. اتنين ان انا اواجه المؤامره الخارجيه. مش احنا اتفقنا ان الكلوموفين ستريت ده سوري اتفقنا ان الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس ده ليه اعداء بيتامروا عليه مؤامره خارجيه، فاكرينهم ولا لا؟ ثايرويد والادرينال صح والانسولين والبرولاكتين. خلاص كده رباعيه اهي المؤامره الخارجيه الرباعيه. خلاص مين بقى المؤامره الخارجيه الرباعيه؟ ثايرويد والادرينال والبرولاكتين وايه والانسولين. طيب علشان الناس اللي ما حضروش قبل الاجازه نقول لهم الحكايه، الثايرويد والانسولين تحديدا دول هرمونات الميتابوليزم. الثايرويد والانسولين او الثايروكسين والانسولين دول تحديدا هرمونات الايه الميتابوليزم. لذلك لو الثايروكسين والانسولين دول لقيت حضرتك انهم قليلين قوي ده معناه ان الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس ايه مش هيشتغل. خلاص فبالتالي تحتاج انك تعمل ايه؟ عايز ايه؟ تسلم 100 محمود والله حاجه 10 على 10. خلاص هي بص يا حوده يعني لا خلاص انا يعني بص هي بس لا ان هي اطشى من النص ده من الصبور، بس يعني مش لازم بقى يعني احنا كده يعني لو عرفنا نجيب كده شويه نسيب الصبوره دي كامله. يعني انا في اعتقادي ان اخواننا اللي هناك دول مش شايفين دي، فاهم؟ انما لو كل ما نجيبها كده هيبقى النص ده بتاع السبوره لطيف. ماشي لو عرفنا. ماشي طيب بص يا اولاد، قلنا تاني انه فكره ان الانسولين والثايروكسين دي هرمونات الايه يا شباب؟ الميتابوليزم. وبالتالي لو هما فيهم مشكله لو فيهم عيب هتبص الاقي الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس ايه؟ مش شغال. ادي واحد. اتنين قلنا الادرينال جلاند. ما لها الادرينال جلاند يا دكتور؟ الادرينال جلاند دي بتطلع كورتيزول وهو الهرمون الثالث من هرمونات الميتابوليزم، صح ولا لا؟ الادرينال جلاند دي كمان لو الاكتيفيتي بتاعتها زادت هتطلع ايه عادي؟ حد يعرف؟ اندروجين. مين اللي قال؟ شطوره. والاندروجين الزياده هيسبرس الاوفري، صح ولا لا؟ يبقى الادرينال دي هتأفكت الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان فانكشن عن طريق الكورتيزول بتاع الميتابوليزم وعن طريق الاندروجين اللي طالع منها. اخيرا بقى البرولاكتين. البرولاكتين ده المفروض ان ده هرمون صايع يحسبوه ازاي عليا؟ ما بيشتغلش ولا بيعمل اي حاجه خالص. انما لما بيزيد
بيعمل ديستراكشن للجونادوتروفين ريليزنج هرمون ريسبتور والاف اس اتش كل الريسبتورز اللي في الدنيا، وبالتالي بيأفكت هذا الكلام. طيب اتفقنا ان عمل اي هرمون عباره عن ثلاث حاجات، ايه هما فاكرينه؟ ليفل بتاع الهرمون ده واحد منهم، النمبر اوف ريسبتور ده اتنين، تلاته اذا كان في علاقه مع اعداء ومؤامره خارجيه وكلام كده. كويس، لذلك هل انا ممكن اقيس الثيروكسين الاقيه نورمال والعيانه عندها مانيفستيشن اوف هايبوثيروديزم؟ اه طبعا. امال انتوا فاكرين فكره اقفل التكييف اقفل التكييف دي ايه؟ وبعدين تقيسوا الثيرويد عندكم تلاقيه نورمال، ده هايبوثيروديزم يا دكتور، مش واخده بالك. طيب امال انتوا فاكرين انه البرولاكتين اللي انا ممكن الاقيه نورمال والاقي العيانه دي انوفيليشن وبتاع، ده ايه؟ ده برولاكتين نورمال ليفل بس الريسبتورز بتاعته عاليه شويه. فاهمين الفكره دي ولا لا؟ لذلك يا دكتور انا ممكن اجرب امبيريكال. عارفين يعني ايه امبيريكال؟ يعني لما الكلوميد يفشل كده اقول طب يلا حاجي ألعبه مع المؤامرة الخارجية وابتدي أضيف ميتفورمين عشان الإنسولين إيه؟ ريزيستنت، ده من أول كده على طول. هبتدي أضيف ثيروكسين التروكسين عشان الهايبوثيروديزم، هبتدي أضيف ديكسا ميثازون. إيه حكاية الديكسا ميثازون ده؟ هيقلل الـ ACTH صح؟ فيقلل الادرينال اندروجين برودكشن، ده من ناحيه، ويعوض الكورتيزول لو الكورتيزول ايه؟ ديفكتف. يبقى قيمه الديكساميثازون هنا هيصلح لك الحاجتين اللي كنا بنتكلم عليهم بتاع الادرينال، من ناحيه هيبتدي يعوض لك الكورتيزول لو الكورتيزول ايه؟ ديفكتف، ومن ناحيه يقلل الاي سي تي اتش فيبتدي الادرينال اندروجين برودكشن ايه؟ يقل. واحد اثنين ثلاثه، مين الرابع بتاعهم اللي نسيناه؟ بروموكريبتين. عارفين البروموكريبتين ولا لا؟ هايل. البروموكريبتين ده دوبامين اجونست، والدوبامين هو الهرمون او المركب اللي بينهبت الايه؟ البرولاكتين. حلو كده؟ طيب يبقى اذا هنا تاني حاجه عملتها ان انا واجه المؤامره الخارجيه الرباعيه عن طريق واحد مين؟ ميتفورمين. اتنين مين؟ ثيروكسين. ثلاثة مين؟ ديكساميثازون. أربعة مين؟ بروموكريبتين. مين الأربعة دول؟ بتوع المؤامرة الإيه؟ الخارجية. طيب حبايبي الحلوين، الاختيار رقم ثلاثة إن أنا أقول يبدو كده، يبدو إنه صاحبنا اللي هو الكلوميفين ستريت ده طلع اف اس اتش كويس، بدليل ان الفوليكلومتري متابعه التبويض بتاعتي كانت ايه؟ كويسه. بس يبدو ان في مشكله في ال ال اتش، فاقول لما ادي كلوميد واعمل فوليكلومتري وابقى ازود معاه اتش سي جي، حقنه ايه؟ اتش سي جي، على امل ان انا اساعده في انه يعمل اوفيليشن ايه؟ كويس. طيب اربعه، بيقول لك بقى ما نعمل شيفت كده للجونادوتروبين هرمون ثيرابي، احنا زهقنا منه، احنا ساعدناه كل المساعدات الممكنه صح ولا لا؟ ايه المساعدات؟ اول حاجه زودنا ايه؟ في الدوز والديوريشن. اتنين زودنا ايه؟ حاربنا معاه المؤامره الخارجيه. يا عم انت بتقول انه الاوفري بيتعرض لم... احنا معاك وبتاع وهنحارب الحرب بتاعتنا. طب خلاص، طب بعد كده عايز اتش سي جي ولو بجنيه، خد يا عم اتش سي جي اهو كمان، يعني عايز احنا يا خبرك. بعد كده لازم نغير بقى، مش قصدي حاجه، خلاص لازم نعمل شفت للجونادوتروبين ايه؟ هرمونز بقى، خلاص يعني واضح جدا لازم نعمل مين؟ شفت ربنا يستر. طيب خمسه، ممكن اعمل شفت من قلب من ايه؟ شفت الاذر انتي استروجين، اجيب واحد زيه برضه، يعني ما جراش حاجه خالص، يا نستع وحاجات كده، يعني بجد ولا اي حاجه. ليه بقى؟ ازاي اجيب اذر انتي استروجين اذا كان هو كانتي استروجين الزعيم والقائد واحسن واحد في الدنيا فشل؟ ازاي يعني؟ هقول لكم حاجه، مش ساعات تقروا ساعات ايه؟ ما هو انت برضو
في حارتكم بيعاملوك كدكتور، ودي مشكله. فيقوم جايبين لك ايه؟ مزرعه. طب بص في المزرعه كده تلاقيه ايه؟ سنسيتيف للامبسيلين، ريزيستنت للاموكسيسيلين. هم دول مش ولاد عم بالظبط، بس هو اللي حصل بقى ان العائله استجابت لده وما استجابتش لايه؟ لده. ففي اذر انتي استروجين هقول لكم لكم دلوقتي، التاموكسيفين، لازم ولادين، وسايكلوفينين هقول لكم دلوقتي. ممكن العيانه ما تستجبش لمين؟ ما تستجبش للكلوميفين ستريت، بس تجيب للايه؟ للباقيين. كم حاجه دول تعدهم معايا كده؟ خمسه. ابو خميس بقى اصل هو بص، انت من اول ثانيه وانت بتذاكر كلوميفين ستريت تقول ده ابو خميس. بيخلي المسرحيه من كم فصل؟ خمس فصول، وجرعته 50 ملي جرام لمده خمس ايام، من اليوم خمس دورات، كار خمس مرات. وبعدين لما يفشل، لو فشل تو اوفيليت عندي خمس اختيارات. ايه الخمس اختيارات؟ واحد ازود ايه؟ الدوز والديوريشن. اتنين ازود ايه؟ اتنين ان انا ازود علاجات المؤامره الخارجيه. تلاتة ان انا ادي حقنه ايه؟ اتش سي. وبعدين ابتدي اعمل شفت للجونادوتروبين ثيرابي او شفت للاذر انتي ايه؟ طيب افرض طب اتناقش بصوت واطي في المساله العلميه الفظيعه اللي انت بتقولها. لا عشان ازود السنسيتيفيتي عشان اشتغل. طيب عشان انا عايز البرولاكتين يقل، لان انا عندي مشكله في انه الانسولين عمله قليل والبرولاكتين عمله كتير، يبقى هو صح كده صح؟ يا شباب لو سمحت عشان خاطر. طيب قام صاحبنا بقى عمل اوفيليشن، عمل ايه؟ اوفيليشن، بس ما عملش ايه؟ بريجنسي. يبقى كده الدواء في حد ذاته شغال شغل مش بطال. انا ما اقدرش اقول انه شغال 100%، بس هو شغال شغل ايه؟ انا مش محتاج اساعده في ان يعمل اوفيليشن، اللي فات ده كله ساعدته في انه يعمل ايه؟ اوفيليشن. فابتدي اقول هو انت عندك هوستايل سيرفايكال ميوكس؟ هو انت عندك ايه؟ هوستايل سيرفايكال ميوكس يا ترى يعني؟ فابتدي ازود لوكال استروجين. ادي بقى شويه لوكال استروجين، فتقول لي هاي مش هو بيبلوك الاستروجين ريسبتور؟ ادي انا لوكال استروجين ينيله ايه؟ ما عشان انت يا ابيض يا اسود ما ذاكرتش حاجه اسمها كومبيتيتيف انهبيشن، ان في كومبيتيشن. الكومبيتيشن ده اللي الدوز بتاعته احلى هو اللي هيكسب. مخك ابيض واسود، قفل يبقى قفل. طب والكومبيتيتيف انهبيشن نظامها ايه معاك؟ مش جايز لما اعلي الدوز ده الاستروجين اللي انا زودته لوكال ده يكسب؟ فيبتدي يعمل لك سيرفايكال ميوكس لطيف. طب هو في استروجين كريم لوكال؟ اه، بس خلاص كده عشان يبقى كل الاسئله اتجاوبت. طيب نمره اتنين، مش جايز عمل اوفيليشن، بس الاوفيليشن ده كان ويك اوفيليشن صح ولا لا؟ يعني ايه ويك اوفيليشن؟ يعني اليوتيال فيز ديفكت او اليوتيلايز ان رابتشر فوليكل. هو الراجل من الناحيه الاف اس اتش والفوليكلومتري عداه العيب، بس ربما عمل اليوتيال فيز ديفكت او اليوتيلايز ان رابتشر ايه؟ فوليكل. وبالتالي انا محتاج اعلي معاه جرعه مين؟ اتش سي جي برضه. بحيث ايه يا حبيبي؟ مفيش فرق هنا without يعني with undiagnosed condition ده with diagnosed condition، واخد بالك؟ يعني هنا ما عملش ovulation اصلا وما عملش الجراس بتاع الفوليكل اصلا، انا بساعده بزود معاه، انما هنا يبدو لي انا انه عمل ovulation. فهنا دي دايجنوز ودي ان دايجنوز ايه؟ كونديشن. طيب واحد اثنين ثلاثة اليوتيال فيز ديفكت اليوتيلايز ان رابشر فوليكل، أربعة خمسة. أربعة تايم اوف انتركورس، على العكس من الحتة دي بقى مهمة، على العكس من فكرة الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. اهي ده الكلام ده ما قلتوش المرة اللي فاتت، زدني قربا مش كده؟ على عكس الكلام ان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، انتوا فاكرين قلنا بندي حقنة ال اتش سي جي والانتر كورس يبقى في خلال ال 24 ال 36 ساعة اللي بعد الايه؟ بعد الحقنة. هنا لا، انت اديت الكلوميد خمس ايام وايه؟ وقفته. انت عارف الكلوميد ده عشان يروح من الدم عايز ايه؟ عايز خمس ايام لسبع ايام تانيين.
وبالتالي الاوفيوليشن مش هيحصل قبل 5 لـ7 أيام من ما وقف مين الكروموفين ستريت. الكلام ده ينفع يبقى جايدد باي فوليكولومتري؟ ينفع، وينفع كده تقوله اه. ليه؟ لان دي معلومه جيفن احنا عارفينها، ان الكلومين ده بيحصل له ايه كليرنس من البلاد في خلال 5 لـ7 أيام، وبالتالي انا متوقع الاوفيليشن في خلال 5 لـ7 أيام من توقيف الكلوميفين، مش في خلال يوم ولا اتنين. فالعيانه تاخد الدواء 5 أيام وتوقفه، وتلاقي جزء شد حيله في الثلاث اربع خمس ايام اللي بعد الايه؟ اللي بعد ما الدواء وقف. طيب والاوفيليشن حصل بعد كده، يبقى كل مجهودك في الاربع خمس ايام ده ذهب ادراج الريح، والست دي مش هتحفظ. يبقى لما اقول التايم اوف انتركورس لازم يبقى في حدود 5 لـ7 أيام افتر ستوبج، بعد لما وقفت الدواء ده بعديها بـ5 لـ7 أيام اقدر ادي بقى الكلوروفين ايه؟ كلوروفين ستريت. طيب خمسه واخيرا، رقم 5، سيرش فور اذر كوز اوف انفيرتيليتي. يا هبل، انت عفقت ام العيانه واديت لها كل الحاجات وهي الانبوبه بتاعتها مسدوده، ده وهو اصلا جوزها اصلا ما عندوش سبيرمز ولا حاجه، يبقى انت بتعمل في ايه؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها كده. اوكي حبايبي الحلوين، امعانا في فكره ابو خميس. شوفوا انا راسمهم ازاي يا اولاد، راسمهم ازاي؟ اللي مش شايف يشوف، يجي يصور في يعمل اللي هو عايزه، خلاص. انما امعانا في الكلام، انا عندي الموضوع فيلير اوف كلوميفين ستريت، هتلاقيهم في الكتاب عندي وفي كتاب الاسم وفي كله مكتوبين على بعضهم. انا هنا فصلهم لك لـ50 على سام سهوله الفهم وسهوله الاستذكار. ايه الـ50؟ ان الكلوميفين ستريت ده ما يعملش اوفيليشن اساسا، وبالتالي يبقى محتاج لمساعدات ان انا ازود الدوز والديوريشن. هو شخصيا ما عملتش حاجه غيره. نمرة 2، ان انا ازود المؤامره الخارجيه عن طريق الميتفورمين والثايروكسين والديكساميزازون والبروموكريبتين. اسمك يا دكتور دينا، كمان بقيه الحصه النهارده وبكره الموضوع بتاع الميتفورمين والثايروكسين والحاجات دي هتبتدي كمان توضح اكتر واكتر. يا اولاد اندوكراين اقطع من المحيطه اللطيفه جدا، بس شويه 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 شويه، ماشي؟ طيب وبعدين ازود اتش سي جي يا مصطفى، لان انا شايف ان الفوليكلز بتكبر بس ما فيهاش اوفيليشن ولا اليوتنايزيشن ولا اي حاجه، ولا البروجستيرون بيطلع، ما احنا عملنا التست اوف اوفيليشن. انما في دول لا، في بروجستيرون يا مصطفى، فاهم؟ اوكي. شيفت تو جونادوتروبين هرمونز، يعني ايه شيفت تو جونادوتروبين هرمونز؟ ان ابتدي استخدم الاف اس اتش والاتش سي جي او الال اتش. شيفت تو اذر انتي استروجين. دول الخمس حاجات بتوع الفيلير اوف اوفيليشن. طب عمل اوفيليشن، يبدو ان في هيدن بروبلم موجوده. ايه الهيدن بروبلم؟ قد تكون الهيدن بروبلم الايه؟ الهوستايل سيرفايكال ميوكس. قد تكون الهيدن، وده زودت لوكال استروجين. قد تكون توقيت الانتركورس فظبطت 5-7 أيام بعد الدواء. قد يكون اليوتيال فيز ديفكت او اليوتنايزد ان رابشر، زودت جرعه اتش سي جي معايا عشان اظبط. اخيرا يكون في other cause of ايه؟ of infertility. اصدقائي احبائي هوريكم حاجة وحيدة. شفتي الميتفورمين، بروموكريبتين، ثايروكسين، ديكساميسازون. ممكن ادي امبيريكال، وطبعا لو المانيفستيشن موجودة بتاع، انا بقول لكم بعلمكم حاجة، واحدة هايبوثيروديزم وانا عارف انها هايبوثيروديزم طبعا ازود، واحدة هايبر اندروجينيزم وانا عارف انها طبعا هزود ديكساميسازون وهكذا. بصوا دي نالوتروكسون اوبيويد ريسبتور بلوكر، انا ما حبيتش احطه ليه؟ عشان ما بوظش المؤامره الخارجيه. بس قولوا لي هو ده يعمل ايه؟ اوبيويد ريسبتور بلوكر. ولد ولد، مش احنا اتفقنا ان البيتا اندورفينز والاوبيويد بيقللوا الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بالس، يبقى دي مساعده، بس مساعده من ايه؟ من فوق يعني، مش هما. طيب اذر انتي استروجين، التاموكسيفين لازمة ولدين. مين التاموكسيفين لازمة ولدين ده؟ ليه بتقول عليه كده؟ لان هو انتي استروجين، وانا متعاقد معاه ان هو انتي ايه؟ استروجين. يقوم يشتغل استروجين اجونست على الاندوميتريوم، يقوم يعمل اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كانسر. عشان كده يا دكتور ما بتستخدموش؟ لا بنستخدمه ان شاء الله، لان احنا مش هنديه لفترات طويله. مين اللي بيخافوا منه قوي؟ ولد بتوع البريست كانسر.
لما يكون عيانة عندها بريست كانسر وبوزيتيف استروجين ريسبتور يقوموا يستخدموا الدواء ده اللي اسمه مين؟ تاموكسيفين. بس التاموكسيفين لازم ولا دين، تلاقيه بيشتغل الاستروجين اجونست على اليوترس، وتبقى العيانة بتتعالج من كانسر بريست وبديها التاموكسيفين عشان بلوك الاستروجين ريسبتور عشان اي شويه بريست تيشو يموتوا، يوم يحصل لها اندوميتريال ايه كانسر. ولا سيما بقى زي ما هنتعلم في الانكولوجي في الدرم الثاني ان الفاست فاميلي هيستوري بتاع الحاجات دي مع بعضها بيبقى متجمع، بتاع الادينوكارسينوما بيبقى متجمع مع بعض. طيب لتريزول او اروماتيز انهيبيتور، بصوا يا اولاد ايه فهم؟ لا يا فندم، هو عندي استروجين زي الكلوفينس تريت على البيتيوتري وبستخدمه في الاندكشن، بس بيشتغل اجونست على اليوترس وده سايد افكت. طيب بص يا اولاد اللي جايه دي، خدنا الليتريزول ده قبل كده، خدناه صح. بيعمل ايه الليتريزول ده؟ بينهبت الكونفرجن بتاع التستوستيرون او الاندروجين الى، يبقى انا قال له ما عندوش، هو عنده جوه هنا هتتغير شويه، تعالوا نمشي العادي بتاعنا، تعالوا نمشي العادي ايه بتاعنا. ايه العادي بتاعنا؟ ان انا اي اندكشن اوف اوفيليشن افهمه من خلال الخمس فصول بتوع المسرحيه، فصل الاولاني الاستروجين قليل صح، فيبتدي الاف اس اتش ايه يعني، فلما الاف اس اتش يعلى يبتدي الفوليكلز يحصل لها ايه تاني، فلما الفوليكلز تكبر يحصل ايه، يحصل الاستروجين يعلى، فالاف اس اتش يحصل له ايه، فامدي اروماتيز انزيم انهيبيتور فيقوم الاستروجين برودكشن يحصل له ايه، فيقوم الاف اس اتش يحصل له ايه. وهنا يجي الفصل بين السلطات، مش احنا اتفقنا ان الجونادوتروبينز ليها وظيفتين استرويدوجينيسيس وايه فوليك، انا هعطل هنا وظيفه مين استرويد واسيب الاف اس اتش العالي يقوم بوظيفه مين بقى الفوليكولوجينيس، مفهوم ولا لا؟ يبقى تاني دلوقتي انا الفصل الاول عادي ان الاستروجين ايه قليل، فالاف اس اتش حصل له ايه عادي سهله دي. تاني حاجه ابتدى الاستروجين يعلى فالاف اس اتش حصل له ايه قل، رحت مدي بقى في الفصل الثالث اروماتيز انزيم انهيبيتور اللي هو اسمه ايه لتريزول، فابتدى الاستروجين يحصل له ايه، فالاف اس اتش حصل له ايه علي. لما الاف اس اتش علي ابتدى يكبر لي في مين في الفوليكل من غير ما الاستروجين ليفل ايه يعلى، علشان انا عامل ايه اروماتيز انزيم ايه، فابتدى الاف اس اتش يعلى ويعلى 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 ويعلى. يبقى هنا بدل ما اشتغل بطريقه سنترال اشتغلت بطريقه بريفرال، بس هي هي، بدل ما اعمل بلوكج للاستروجين ريسبتور في الهايبوثالاموس والبيتيوتري عملت بلوكج للاروماتيز انزيم اللي موجود فين في الاوفري، وابتديت اقلل الاستروجين برودكشن. تقوم تيجي تقول لي يا دكتور هو ده مش هيعمل افكت شويه على الجروس بتاع الفوليكل يعني اللوكال استروجين؟ اه شويه، ولذلك هو مش مفضل قوي، فهموا الحته دي، غير في العيانين الاوبيز. اشمعنى بقى؟ اه برافو عليك، لان في العيانين الاوبيز هم مش عندهم اي 2 بس، ده عندهم اي 1 اللي جاي من الاديبوس تيشو صح ولا لا، مضايق الاف اس اتش سكريشن اللي منين؟ من البيتيوتري. فلما قلل الاي 1 ده هيعلي مين بقى؟ الاف اس اتش الايه اللي متضايق. طب هتقولي لا بس انا مرات اخويا اسمه ايه دون، مرات اخويا رفيعه والدكتوره كتبت لها لتريزول. ايوه يا فندم، انا ما قلتش لحضرتك انه ما بيستخدمش غير في العينين الاوبيز، بقول بيبقى مور افكتيف. حصل مني الكلام ده ولا لا؟ ما تدخلش تاني، معلش معلش النبي شويه كده شويه كده ازهق، ما تدخلش الحاجات عندك على خلايا بيضاء وسوداء، كبر المساحه الجري، حياتنا اصلا عباره عن مساحات جري. انا بقول ان هو هيبقى مور افكتيف في العيانين مين الاوبيز. هل ده يمنع انه في بعض الستات اللي مش اوبيز بيستجيبوا له؟ اه طبعا بيستجيبوا له، بيستجيبوا له زي الفل كل حاجه خلاص كده. يبقى ده اذر انتي استروجين اسمه لتريزول. الفصل الثالث من المسرحيه الجديده بتاعتنا الخماسيه بيبتدي يتغير شويه، واقوله للمره المليون الفصل الاول قولوا لي بقى عشان اشوف فهمت ولا لا وصباحكم فل ولا ايه. ها الاستروجين اخباره ايه؟ قليل، فابتدى يحصل ايه يا رامي؟ ما تقول كده، اف اس اتش ابتدى ايه يعلى، فلما الاف اس اتش ابتدى يعلى ابتدى الفوليكلز يحصل لها ايه تكبر، فابتدى الاستروجين يحصل له ايه يعلى.
لما الاستروجين ابتدى يعلى ابتدى الاف اس اتش يحصل له ايه؟ رحت انا مدي ايه بقى في الفصل الثالث؟ لتريزول. التريزول ده ابتدى يعمل ايه في الاستروجين ليفل في الجسم؟ يقلله. فابتدى الاف اس اتش يحصل له ايه؟ يعلى. فابتدى يستيميليت البراس بتاع الفوليكل برغم ان هو استرويدوجينيسيس وايز مش ماشيه كويس، يعني مش بيطلع استروجين عادي. حاجه وقفه برضه، اول ما وقفه هتفاجئ الجرانيولوزا سيل ان الاف اس اتش اخباره ايه؟ عالي جدا. فتلاقي رابل بروجريسيف انكريس في الليفل بتاع الاستروجين، فيعدي الاي 2 اكتر من 200 لمده يومين وساعتين، يقوم يحصل ال اتش سيرج، وان شاء الله العينه تحمل وتبقى حلوه. مفهوم كده؟ اوكي. انا كده خلصت الانتي استروجين كلهم. حد عنده سؤال؟ يبدو له يعني في غموض في فكره الخمس فصول، بس ده مهم قوي بالنسبه لي. في غموض فكره الخمس فصول. عرفتوا ازاي الكلوفين سيتريت عمل الخمس فصول؟ وده الاساس في الموضوع يا اولاد. التاموكسيفين هيعملهم زيه بالظبط يا دكتور، زيه بالظبط، مع الفارق انه هيضايقني شويه في فكره انه يشتغل اجونست على اليوترس فيدخلي الاندوميتريوم شويتين زياده. الليتريزول مش زيه زيه بس مش بالظبط. بدل ما بيشتغل سنترال على البلوكج بتاع الاستروجين ريسبتور، بيشتغل بريفرال على ديكريس الاستروجين ايه برودكشن. كويس. اوكي. طب ممكن تأجل. بصوا اللي مش فاهم ليه مور افكتيف في الاوبيز بيأجلها لي سنه لما اشرح بي سي او، حالا انا هشرح بي سي او دلوقتي. خلاص. الفكره الثانيه يا اولاد، الفكره الثانيه فكره الجونادوتروبين ثيرابي. الفكره الثانيه فكره الجونادوتروبين ثيرابي. قلنا احنا عندنا الاول هجيب اف اس اتش واديه في صوره حقن، صح؟ الحقن دي جايبها من البوست مونوبوزال يورين، الهمك 150 75 150 اقل من واحد لما عملت يورو فوليتروبين ونقيته، صح؟ زين عملت ريكومبلنت ايه؟ اف اس اتش اللي ما فيهوش ايه؟ اللي ما فيهوش ال اتش. طيب ابتديت 1 تو 2 امبولز من اليوم الثالث من الدوره، وقفت استراحه محارب. هو انت ناوي تعمل اندكشن اوف اوفيليشن والحمل يحصل ازاي؟ هو في كام نوع من انواع الحمل يحصل مع الاندكشن اوف اوفيليشن؟ ثلاثه. حمل بايه؟ سبونتينيوس، حمل باي او اي، حمل بايه؟ باي في اف. لو الحمل هيحصل سبونتينيوس او باي او اي، محتاج بيض كتير ولا قليل؟ اقل حاجه ممكنه. ليه؟ علشان الفيرتلايزيشن هيحصل جوه ولا بره؟ جوه. في الاي او اي يا دكتور هيحصل جوه؟ اه. انا بحقن السبيرمز تلاقي الاوفم والفيرتلايزيشن بيحصل جوه برضه، صح؟ طيب يبقى لو في حاله السبونتينيوس بريجننسي او في حاله الاي او اي، انا عايز اقل عدد من الاوفم علشان ما يحصلش مالتي فيتال بريجننسي ويحصل مشاكل. فبعمل ايه؟ بدي حقن اف اس اتش. ببتدي من اليوم الايه ده يا دكتور؟ ده ثيرد داي، من اليوم الايه؟ الثالث. ليه؟ عشان اول يومين يكون حصل فيهم اوفر ايه؟ سنة. طب لو انا بقى بعمل اندكشن اوف اوفيليشن علشان اعمل اي في اف، هبتدي الاندكشن من داي زيرو او من داي 1، من اول يوم في الدوره. ليه من اول يوم في الدوره؟ عشان اشتغل على كل مين؟ الفوليكلز. ده الفرق الجوهري ما بين اعمل اندكشن اوف اوفيليشن بجونادوتروبين 4 اي في اف، واعمل اندكشن بجونادوتروبين 4 سبونتينيوس بريجننسي او ايه؟ او اي او اي. في سبونتينيوس بريجننسي واي او اي هبتدي من اليوم الثاني. فطبعا انتوا ايه ده؟ هو السلكشن بيحصل في اليوم الثاني ولا الخامس؟ من الثاني الى الخامس. كل لما تبتدي متاخر شويه هيكون احتماليات الاوفيريان هايبر ستيميليشن اقل. طيب ليه يا دكتور بنبتدي من اليوم الثالث هنا؟ يعني ما هو ده برضه بدري وكده. يا اخوانا انا مش ضامن اصلا ان صاحبنا اللي انا هديه من بره ده ينجح. انتوا مش فاهمين الفرق بين الاعتماد على الداخلي والخارجي. معلش، انت متخيل ان انا لما اعتمد على الخارجي ده هدي الحقن وبتاع وهيحصل؟ والله في ستات بياخدوا بالعشرة والاتناشر حقنه وما بيستجيبوش. طيب في حته تانية هقولها لكم وخدوها مني ورموها في الزباله. انتوا عارفين ريسنتلي الاوفم سلكشن ده بيحصل امتى؟ عشان ما حدش يتمنظر عليك في الراوند.
عارف ريسنتلي، بس انا ما بحبش اقول الحاجات دي في الدرس يعني. بس عارفين ريسنتلي الاوفم سلكشن بيحصل امتى؟ شهرين قبل ميعاد الدوره دي. حلو كده، شفت كده بقى بسط. شهرين قبل الدوره دي اللي احنا فيها حصل الاوفم سلكشن، بس بارتشل. يعني ايه؟ من ال 400 او ال 500 اللي المفروض يحصل لهم اوفيليشن، ابتديت اختار 10 15 20 بالكتير. ال 10 ال 15 20 بالكتير دول منهم 2 او 3 هيفضلوا على اليوم الثاني او الثالث، ومنهم واحده هتفضل على اليوم الرابع او الخامس. فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى اذا ازاي ومش ازاي؟ والله يا ابني ما هو ده الطب، اقسم بالله ما ده الطب. انا بس يهمني تاخد المعلومه بقدر اللي انت هتعمل له كلينيكال ايه ابلكيشن. ان انا في اول يوم في الدوره مش ال 400 500 كلهم بيخشوا، لا دي مش حقيقه. اللي بيخش اكشوالي 10 15 20 حكت منهم، بعد يومين بيفضل 2 3 4 دول اللي انا عايز اشتغل عليهم. ما هو شوف انا بقول ايه، يفضل 2 مجاز يفضل واحده، مجاز يفضل 2 واحده تستجيب واحده ما تستجيبش. يبقى عشان كده لو انا ناوي اعمل اندكشن اوف اوفيليشن علشان هعمل اي في اف، فاكرين كميه الفقد ولا لا؟ فاكرين كميه الفقد اللي قد كده؟ وبالتالي بضطر اعمل من اول يوم في الدوره عشان اشتغل على ال 10 ال 15 دول كلهم. بينما لو انا ناوي اعمل عشان يحصل سبونتينيوس بريجننسي او يحصل اي او ار، فباخد نفسي كده يومين بس، وعلى اليوم الثالث ابتدي ايه؟ اندكشن. فهمنا الفرق بين ده وده؟ طيب. وابتدي زي ما اتفقنا اعمل يوم حقن ويوم فوليكلومتري، ويوم حقن ويوم فوليكلومتري، ويوم حقن ويوم ايه؟ فوليكلومتري. لحد لما ايه يا دكتور؟ طبعا قلت لكم في ستيب اب وستيب داون ابروتش، فهمتها لكم. ستيب اب ان انا ابتدي مثلا بحقنه واحده، ولو ما لقيتش ريسبونس اعلي الحقن لغايه لما تستجيب. وستيب داون العكس، ان ابتدي مثلا باربع حقن واقعد اغطي الدوز لغايه لما العيانه تبتدي. الجايد بتاعي هنا من الفوليكلومتري ان انا الاقي الفوليكل بلس التين. طب يا دكتور في حد بيعمل استروجين ولما يلاقي الاي 2 1000 ل 2000 ده معناه ايه؟ ما احنا قلنا الاي 2 اكتر من 200 لمده يومين وساعتين، وقلت لك اكتر من 200 ده مش بيبقى 200، ده بيبقى 500 و600 و700 وكده. فانا هلاقي الاي 2 بين ال 1000 وال 1000 وال 2000، اشمعنى؟ عندي اوفم واحده اثنين ثلاثه كده صح؟ بيني وبينكم الطريقه دي مش بريفيرد لو انا بعمل اندكشن عادي. طيب بس بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو لقيت الاي 2 اكتر من 2000 ده معناه ان في غالبا اكتر 3 اوفم وانت طالع، وده معناه انه هيبقى في اوفاريان ايه؟ هايبرسنج. مش مهم قوي الحته دي، انا يهمني ان انا محتاج اعمل فوليكلومتري بحيث ان انا الاقي اوفم اكتر بلس 18، ساعتها هبتدي ادي الاتش سي جي. الريسبونس فاكرين هناك كان 75، هنا كام في المية؟ 90%. السايد افكت فاكرينها ولا لا؟ كل ادوية الاندكشن اوف اوفيليشن بتعمل مالتي فيتال بريجننسي اوفيريان هايبر ستيميليشن. الاكسبنسيف وبينفول انجكشن علشان المالتي فيتال بريجننسي ريت از هاي از هاي. ببص الاقي الريت اوف ابورشن ويك توبيك از هاي برضه. ليه؟ بيطلع كذا اوفم، واحدة تبقى امبلانتد في تيوب، واحدة تبقى امبلانتد في اليوترس، بيزود التشانس. نمرة اتنين اليوترس بقى فيه تلات عيال، بقى فيه اربع عيال، فابتدى يسقط منهم عيل ولا اتنين، ده الايه افكت على البريجنس. بعد كده جه بريباريشن اكتنج از ال اتش، واتفقنا ان انا بجيبها من اليورين اوف بريجننت فيميل، يورين اوف بريجننت فيميل، خلاص؟ فبجيب البريجننت يورين او ريكومبنت ال اتش او اتش سي جي. وقلنا بدي 5000 ل 10000 انترناشونال يونت لما الاقي اوفن بلس 18، او لما الاقي الاي 2 بين 1000 ل 1500. والانتر كورس او الاي او اي يبقى سيم اند نيكست داي اوف انجكشن. كده احنا عملنا ازاي نستخدم الجونادوتروبين. طب اللي بعدين ادي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بلسيتايل ان سمول ريبيتد دوز subcutaneous injection او nasal spray. وقلنا دي المراه الناديه الجندي، صعب قوي كلينيكالي اقدر اوصل للفكره دي، او ان انا ادي لارج دوز. ايه الحكايه دي؟ بفكركم مره ثانيه،
العينه اللي بتعمل اي في اف دي يا اولاد، العينه اللي بتعمل اي في اف ما نجحش معاها بغض النظر ايه السبب، ما نجحش معاها انها تحمل سبونتينيا. صح؟ مش انا اكيد قبل كده عملت لها اندكشن وقلت لها احمل سبونتينيا ما نفعش، وعملت لها اندكشن وقلت لها احملي باي او اي ما نفعش؟ يبقى دي انا ما وصلتش لمرحله الاي في اف غير لما كنت هنا، لما ما بقاش نافع انها تحمل حمل طبيعي. فلما اعمل اندكشن اوف اوفيليشن وادفع فلوس كتير قوي 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 وادي حقنه، بل قبل ما ادي حقنه الاتش سي جي، بقى دي المشكله، ان انا قبل ما ادي حقنه الاتش سي جي بعد لما اديت فلوس كتير قوي وعملت بيض يمين وشمال وبتاع، راح طالع سبونتينيوس من المخ ده ايه، من البيتيوتري ايه، ال اتش سيرج. فالال اتش ده راح مفرقع لي البيض. طب البيض اللي فرقع ده هيؤدي الى حدوث حمل ولا لا؟ لا. ليه؟ لان انا ما وصلتش للاي في اف الا لما اتاكدت ان العينه دي ما بتحملش ايه، والا بقى نصاب، والا بقى ايه، نصاب. يبقى انا اصلا لما عملت اي في اف عارف ان العينه دي مش هتحمل لوحدها. فلو طلع ايه، وانا قلت لكم مثال صارخ المره اللي فاتت، قلت لك العينه الانبوبه بتاعتها ايه، مسدود. بس المره دي بوضح لك علشان ما تبقاش فاهم ان بس العينه اللي انبوبتها مسدوده مش هتنفع تحمل. لا، اي عينه انا بعمل لها اي في اف دي ما نجحتش انها تحمل ايه، لوحدها. فبعد لما انت صرفت الفلوس وبتاع وعملت البيض يمين وشمال، قام طالع ال اتش سيرج من جوه. عمل ايه ال اتش سيرج؟ اوفيليشن. طب والاوفيليشن ده انا استفدت منه حاجه؟ الفلوس اللي انا صرفتها دي، ما قلنا الاوفن فقعر الملاحه والملاحه، صح؟ ولذلك لازم وانا بعمل اندكشن اوف اوفيليشن فور اي في اف ابقى اعمل ايه في البيتيوتري؟ دوري مش هبقى قافلها. ادي ولاده تروبين ريليزنج هرمون من قبل ما ابتدي اندكشن، اقفل بيه البيتيوتري والهايبوثالاموس مقفولين علشان ابتدي اعمل كنترولد اوفيريان هايبر ستيميليشن، ابقى انا اللي عامله. بصوا الكلمه بتقول لك ايه؟ يوز تو بريفنت بريماتيور اوفيليشن ان اي في اف بروتوكول. بس انا هي في الاخر عايز الكلمه دي، يوز تو بريفنت بريماتيور اوفيليشن ان اي في اف بروتوكول. شكرا. ده كل استخدامها في الاندكشن ان انا استخدمه كده. الملخص السريع، اخدع البيتيوتري، اريح البيتيوتري، ادلع البيتيوتري. اخدع البيتيوتري قال له ما عندوش وهو عنده جوه، وقلنا ان الكلوميفين ستريت هو ده القائد والزعيم والمعلم، اللي هو اول الفيرست لاين، مش كده، في الاندكشن اوفيليشن. ده رخيص، بيشتغل بطريقه سهله، نسبة نجاحه 75%، احنا مبسوطين، احنا فرحانين. كويس؟ لما الكلوميفين ستريت ده يفشل، خلاص؟ لما يفشل ابتدي اعمل ايه بقى لما يفشل؟ ابتدي ازود الدوز والديوريشن، ابتدي ازود مؤامرة الخارجية، ابتدي ازود اتش سي جي، او ابتدي احول على الجونادوتروبين، او ابتدي احول على الاذر انتي استروجين زي التاموكسيفين والنتريزول. ماشي؟ يعني اللي بعد كده اريح البيتيوتري، عنك انت الطلعه دي يا عروسه، انا اللي هشتغل. ادي جونادوتروبين، ادي اف اس اتش لغايه لما يبقى عندي فوليك البلس 18، ادي ادويه ال اتش اي او اي او انتركورس في النكست داي، ادلع البيتيوتري يعني او احلام سيادتك اوامر، اديها بالسيتايل جونادوتروبين. وقلنا ده كلينيكالي، رغم ان ما فيهوش لا اوفيريان هايبر ستيميليشن ولا مالتيبل بريك. واضح يا اولاد الاندكشن اوف اوفيليشن؟ الاندكشن اوف اوفيليشن يا اولاد صعوبته مش في فهمه خالص، صعوبته في كم الاسئله اللي بتتداعى عليك بالهواء. الاسئله دي هتيجي بالممارسه، بان احنا نستخدم الاندكشن اوف اوفيليشن ده في علاج حالات. كل لما نستخدم، يعني انت فاهم كويس قوي، فاهم ازاي دول خمس فصول، فاهم ازاي دول احنا لاغين، فاهم ازاي دي عادي خالص، بس تبتدي تهبط عليك اسئله من الفضاء. ودي على فكره مشكله الاندوكراين كله، ان انت قاعد كده ده مفهوم، يا لهوي لا يكونوا نسيوا انهم لو حصل كده ما نسيناش. ما تخافش، يعني انا بطمنك، يعني انت ايه فاكر ان في حته في العلم احنا فاتت علينا، فانت هتفكرنا بيه معايا، يعني احنا ما نسيناش. يعني ما تقلقش، يعني ما تقلقش انت من الموضوع ده، احنا عاملين حسابنا كويس في الحاجات دي. خلاص؟ لا يا يكون فاتت عليهم، ده لو عيلي هيعمل لهم مشكله، اما الحق بقى افيد العلم. يلا تعال ما تفق. شكرا، يعني حاضر، يعني حاضر، يعني ان شاء الله لما الراجل يفتح بتاع الاندكشن هنبقى نروح له واخدك معايا واللي انت عايزه. ده
دلوقتي بفكرك بحاجة. فاكرين العيانين بتاع الأوفيلاتري ديس أوردرز؟ احنا عملنا التمرين ده بس يعني نعمله تاني. مين العيانين بتاع الأوفيلاتري ديس أوردرز؟ فاكرين التقسيم اللي أنا قسمتها كان فيه إيه وإيه؟ أنوفيليشن وويكوفيليشن. خدامة كان أنوفيليشن وويكوفيليشن. الأنوفيليشن كان فيها إيه؟ أوفيريان فيلير وأوفيريان إيه؟ ديسفانكشن، صح؟ الأوفيريان فيلير كانت برايمري و طب تعالوا نرسمهم كده. يبقى احنا قلنا اوفيلاتري ديس اوردرز فيها انوفيليشن وويك ايه اوفيليشن، والانوفيليشن فيها اوفيريان فيلير واوفيريان ايه، والاوفيريان فيلير برايمري وسكندري. تعالوا ناخد واحد واحد من دول وقولوا لي طرق الاندكشن اللي ممكن تنفع. ايه طرق الاندكشن اللي ممكن تنفع في البرايمري اوفيريان فيلير؟ ولا حاجه، عليه العوض ومنه العوض. الاوفري ده اصلا ما فيهوش فوليكلز، ما هو برايمري اوفيريان فيلير يعني الاوفري ما فيهوش ايه، يبقى انسى وخد البنسه، اتفقنا؟ طيب السكندري يعني ايه سكندري؟ يعني هايبوثلاميك نعمل لها ايه؟ ايه يا فندم؟ اديها جونادو تروبين هرمونز يعني FSH وLH. طب ينفع اديها كلوميد؟ لا. ليه؟ برافو عليكو. لانه الكلوميد محتاج هايبوثالامس وبيتشوتري شغالين بس مش كويس عشان اظبط ايه شغلهم، لانه في الاخر FSH هيطلع منين؟ من البيتشوتري، والبيتيوتري عشان تشتغل عايزه جونادوتروبين ريليزنج هرمون طالع منين؟ من الهايبوثالامس. يبقى انا لو عندي هايبوثالاميك او بيتيوتري فيلير، لذلك تيجي الجمله دي يقول لك الكلوموفيت نيد انتكت هايبوثالاميك بيتيوتري اوفريان اكسس، لازم الهايبوثالامس والبيتيوتري والاوفري يبقوا انتكت. كلمه انتكت مش يعني شغالين كويس، انتكت يعني مش متكسرين، عكس انتكت ان هم ديسترويد، هم مش ايه؟ مش ديسترويد. كويس. يبقى انا في السكندري اللي هو ديو تو اف اس اتش وال اتش، عايزين نعرف امثله على السكندري كده علشان نفهم اكتر. يعني مثلا عيانه عندها بيتيوتري تيومر ديستروينج البيتيوتري، دي ينفع تديها كلوميد؟ هتجيب لك الاف اس اتش وال اتش منين؟ عيانه عندها هايبوثالاميك تيومر ديستروينج الهايبوثالامس، ينفع تديها كلوميد؟ اذا كان الكلوميد ده هينهبت الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، سوري هينهبت الاستروجين ريسبتور في الهايبوثالامس، يعني البيتيوت يشتغل ازاي اصلا؟ مفهوم ولا لا؟ اوكي. طيب يبقى ده السكندري لازم ادي جونادوتروبين، ولا ما ينفع؟ طب ينفع السكندري ادي جونادوتروبين نظريا؟ ينفع ادي جونادوتروبين ريليزنج هرمون بالسيتايد؟ نظريا في حالات الهايبوثالاميك وليس البيتيوتري فيلر. يعني لو الهايبوثالامس هي اللي فيلد والبيتيوتري لا، يبقى نظريا ينفع عدي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون لو البيتيوتري انتكت. ماشي. يبقى جونادوتروبين ريليزنج هرمون ينفع بشرط ان البيتيوتري تبقى ايه؟ انتكت. كويس. يبقى كده اتكلمنا على الاوفيريان ايه؟ فيلير. سهل الاوفيريان فيلير؟ طيب لما نيجي للاوفيريان ديسفانكشن مين اللي ينفع؟ يعني ايه اوفيريان ديسفانكشن يا ولاد؟ يعني الاوفري بيطلع استروجين، وده معناه ان البيتيوتري شغاله ولا لا؟ شغاله. امال الاوفري شغال طالع استروجين، ومعناه الهايبو طالما البيتيوتري شغال معناه الهايبو طالما شغاله ولا لا؟ بس شغالين بطريقه سيئه. هنفهم الكلام ده حالا، يعني ده فاضل خمس دقايق ونبتدي نفهم الحكايه دي. ايه الطرق اللي انا اقدر اعمل بيها اندكشن؟ كل الطرق مش ما عدا حاجه، مش ما عدا حاجه. حتى العيانه اللي فيها الهايبوثالامس والبيتيوتري مش حتى الكلوميفين هينفع. ازاي؟ ازاي يا دكتور؟ هدي بروجستيرون خمس ايام ووقفه، صح؟ مش عيانه دي غالبا عندها منوريه؟ يبقى انا ببتدي هايبوثالاميك شغل بيز لاين، مش كده؟ ابتدي الهايبوثالامس تشتغل اول يوم او اثنين، ابتدي اديك كلوميد ويبتدي الدنيا تمشي طبيعيه او ما تشتغلش. هو احنا قلنا ان 100% ريسبونس ولا 75%؟ يبقى انا هجربه از فيرست
لاين. بعد لما ادي العيانه بروفين ستريت 5 ايام وايه ووقف، سوري بعد ما ادي العيانه بروجستيرون 5 ايام وايه ووقف. افهم دي يا مصطفى وفهموها كلكم. دايما لما يبقى عندي هايبوثالاميك بيتيوتري ديس فانكشن، احد الحلول المهمه ان انا ادي بروجستيرون او استروجين ووقفه. الفكره دي اللي هي بتاعت فكره وي اللي هي ايه، الو ايوه ام الفندم حضرتك، هاك الراوتر، هاك السرعه عندنا، هاك اقفل البيتيوتري وشغلها كده تاني اشتغل معاك. بدي بروجستيرون 5 ايام وايه ووقف. في الخمس ايام الهاي دوز بتاعت الاسترويد عامله ايه في الهايبوثالاموس والبيتيوتري؟ افلام. وبعدين نبتدي نشغل الهايبوثالاموس والبيتيوتري ايه من جديد مع مساعدتها بمين؟ بالكلوموفين سيترين. والله اشتغلت والدنيا مشيت، مشيت ما اشتغلتش اوعى تنسى انه هينجح في كام في الميه؟ 75%، بينما 25% ايه هيفشل. خلاص طيب تعالوا نروح لل ويك اوفيليشن. هنا بقى رسمي نظمي فهمي كل الطرق هتنفع صح ولا لا من اول الكلومين. الله يبقى بص بقى، بص كده نظره لطيفه، هتبص تلاقي ايه؟ هتلاقي البرايمري اوفيريان فيلير ولا حاجه هتنفع صح. هايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن او اوفيريان ديسفانكشن ويك اوفيليشن كل الطرق ايه هتنفع. بينما لما يكون عندك هايبوثالاميك وبيتيوتري فيلير مش هينفع غير جونادوتروبين هرمون، يعني اف اس اتش وال اتش والجونادوتروبين ريليزنج هرمون، لو نظريا لو البيتيوتري ايه سليم. لسه في حد يا اولاد ايه؟ يعني لو نظريا يعني مش احنا اتفقنا ان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده براكتيكالي صعب يا مصطفى؟ يا مصطفى صح صح بقى. طيب اخر حاجه يا اولاد في الشابتر ده او في التوبيك ده الاوفيريان هايبر ستيميليشن. بصوا بقى في جمله مهمه بفكركم بالرسمتين بس. فاكرين الرسمتين دول؟ لا مش مع بعض يا بابا. خمس ايام ووقفه وبعدين ابتدي كرومين بعد خمس هينزل وسترول بليدنج، ابتدي كرومين بعدين ايه؟ اوف سايكل او عيانه عندها امينوريا فبديها خمس ايام. احنا اتفقنا العيانه دي ممكن يبقى عندها امينوريا. لا ادي البروجستيرون خمس ايام ووقفه، لما تنزل دوره مش هينزل وسترول بليدنج، تاني يوم تالت يوم ابتدي كرومين. شباب شايفين الرسمتين دول؟ شايفين الرسمتين دول؟ عايز اوصل لكم فيهم رساله. الرسمتين دول اغلبيتكم كنتوا رايحين في سبع نوم المره فاتت، او يعني بالزق مش بتوع الصبح بتوع بعد الظهر والصبح كمان كويس كان خلاص الاكسجين. بصوا ايه الرسمتين دول؟ الرسمتين عباره عن التالي، عباره عن ان هنا ده نورمال اوفيليشن. لما ال اتش طلع الاول، ال اتش ده بيعمل ايه؟ بيعمل البروستاجلاندين اساسا علشان يحصل كونتراكشن للسموز مصل اللي هتعمل سكويز للاوفر اصلا. بس على هامش الاحداث بيحصل حاجه. على تاني اقولها تاني ايه؟ على هامش الاحداث ايه؟ ايه الحاجة اللي بتحصل على هامش الأحداث؟ بينزل بيزيد الكابيلاري بيرميابيليتي على السيرفس بتاع الفوليك، فبينزل شوية فلويد. الفلويد ده عبارة عن نقطتين مية لأن الفوليكل على قدها خالص، حلو كده؟ نقطتين المية دول فيهم إيه؟ فيهم هيستامين وبروستاجلاندين وإستروجين. الـ HPE اللي أنت شايفها مكتوبة عندك ده هيستامين وبروستاجلاندين وإيه؟ وإستروجين. بس الفكره ان نقطه الميه دي رابيدلي هتبقى ابزوربت والسايكل تكمل في مسارها. البروستاجلاندين اللي هنا ده انتوا بتبصوا فين؟ انتوا بتبصوا فين؟ الكابيلاري بيرميابيليتي هتزيد شويه.
وبعدين تنزل نقطه الميه دي وتبقى ابزوربد، واتفقنا ان هنا الموضوع على هامش الاحداث. سرعان ما البروستاجلاندين هيعمل شغلته اللي هو اتعمل عشانها، اللي هي ايه؟ كونتراكشن اوف سموث ماسل بتاعه الاوفري، ويبتدي يحصل ايه؟ اوفيليشن، ويبتدي يحصل ري ايبيساليزيشن للسيرفيس بتاع الاوفري، والموضوع ده يعدي ولا حد خد باله، صح؟ يبقى من ضمن وظائف ال LH انه يعمل بروستاجلاندين برودكشن عشان يعمل كونتراكشن للسموث ماسل، في خلاف على كده؟ وهو بيعمل كونتراكشن للسموث ماسل في حدث يعني هامشي كده، انه بيزيد الكابيلاري برميابيليتي، فبينزل شويه نقط ميه فيهم يستبينوا بروستاجلاندين واستروجين. نقطة المية اللي نزلت دي رابطلي هتبقى ابزوربت في الاوفيليشن الطبيعي. بس لو عملت اندكشن اوف اوفيليشن قوي، فحجم الاوفري ده ابتدى يحصل له ايه؟ يزيد. ساعتها نقطة المية مش هتبقى نقطة مية. ساعتها نقطة المية هيبقى 100 ملي، 200 ملي، 300 ملي، انت وبختك حسب حجم مين؟ الاوفري. وينزل الفلويد ده اللي احنا اتفقنا فيه استامين وبروستاجلاندين، ويبتدي يزود الكابيلاري بالميابيليتي فين؟ في البريتونيوم. ويبتدي البريتونيوم راخر يبخ ايه؟ فلويدز. ويبتدي الفلويد دي بالليمفاتيك كوميونيكيشن مع البلورا تطلع لفين؟ للبلورا. والبلورا دي الاخرى تبتدي تبخ ايه؟ فتبص تلاقي حصل شيفت غير طبيعي للفلويد من الانترا فاسكولار فلويد للايه؟ اكسترا فاسكولار فلويد. حلو. فيبتدي الانترا فاسكولار فلويد اللي قل، اللي حصل له ديمينيشن ده، يبتدي يحصل فيه هايبوتنشن وهيماتورينال فيلير وهيمو كونسنتريشن ودي اي سي، صح؟ ويبتدي فين؟ يبقى قلنا ادي ال ال اتش وهيمو كونسنتريشن، ويبتدي يحصل الكترولايت امبالانس وارثميا وكاردياك ارست، ويبتدي في الاكسترا فاسكولار يحصل بلورال افيوجن واسايتس والكلام الفارغ ده. اوكي، الكلام ده في جمله مهمه قوي دايما اقولها، ايه هي؟ هو مين اللي متهم اللي محطوط في الحبس؟ ال ال اتش. بس عايز اسالكم سؤال، هو مش ال ال اتش ده طلع هنا في النورمال ما عملش كده صح؟ جعلوني مجرما. الاف اس اتش اللي عمل الفوليكلز الكبيره دي هو اللي خلاه عمل كده. لو ما كانش جه اف اس اتش كتير من الاول وعمل لك المنظر ده، ما كانش ال ال اتش عمل اوفيريان ايه؟ فبرغم ان ابارنتلي هو اللي موجود وهو اللي محبوس وهو اللي واقف في الزنزانه، الى انه الاندكشن اوف اوفيليشن هو اللي خلاه عمل كده. عشان كده دايما بقول ال ال اتش او الاتش سي جي جعلوني ايه؟ مجرد. مين اللي جعلوني مجرما؟ ال اف اس اتش اللي انت جبته، اللي كبر لك الاوفري من السايز لهبل ده بقى سايز عملاق كده، فخلى الفلويد ده بدل ما هو نقطه واحده بقى لترات ولترات 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 ولترات. وادى الى الجمله اللي قلتها لكم المره اللي فاتت، ان في اتنين جايين عشان يبقوا ثلاثه، روحوا ايه؟ واحد. خلص منها، وده كويس برضه في حد ذاته. يبقى الكلام ده بص مكتوب ايه يا ولد؟ 3 to 6 days after HCG injection. يعني انا لو مفيش LH ومفيش HCG، ال FSH لوحده ما يعرفش يعمل ovarian hyperstimulation. ولو في FSH من غير HCG، يبقى ال FSH الاوفر الكبير ده مش هيحصل فيه حاجه. فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى الموضوع انتاج مشترك ما بين FSH كبر الاوفر للحجم العملاق ده، و HCG او LH زود الكابيلاري برميابيليتي ودفع بلترات المياه من الانترافاسكولار فلويد للاكسترافاسكولار فلويد، فحصلت هذه المشكله. اللطيف في الموضوع ان ال HCG بيقعد في الدم من 10 ل 14 يوم اللي حضرتك اديته ده، بعد 10 ل 14 يوم هيختفي، والاوفر ده هيحصل له سبونتينيوس ايه؟ شرينكينج. وده اللي المفروض يحصل، وده اللي المفروض يحصل، وده اللي انا هحارب عشان ايه؟ يحصل. يا خوفي لا يحصل ايه في النص؟ بريجنسي. ازاي؟ واحده يا عم من دول، واحده بس من دول تفرقع، صح؟ لو واحده من دول فرقعت هيحصل ايه؟ بريجنسي. طب لما يحصل بريجنسي هيطلع ايه من الامبلانتد بيبي ده؟ ولسه البقبقه شغاله، هتبص تلاقي الاوفري ده عمال يطلع لك في فلويد في فلويد في فلويد،
والعيانه دي تقعد بقى ما هي قاعده شويه بقى 3 شهور 4 شهور اوفيريان هايبر ستيميليشن في العيال الفاخر. فطبعا انت متهن وساعتها هتسقطوها يعني هنعمل ايه؟ هنحاول نعمل كونزرفاتيف مانجمنت. ما انت بالنسبه لك كده يا تسقط يا لا. لا مش كده، انا هعمل كونزرفاتيف مانجمنت اللي احنا اتفقنا عليه، الفلويد تشارت والفولو اب مش نفع هكمل الحمل. هو ينفع ازاي؟ ينفع والاتش دي اعمل ايه؟ طب يعني مع يعني مع هي استجابتها العيانه دي طلعت كويسه الحمد لله ربنا صاد، انت هتحسدها؟ لازم تفهمه كده، لازم تفهمه كده. انت عندك ايه؟ يا يعمل اوفيريان يا ما يعملش، ولو عمل اوفيريان هايبر يبقى يعمل الموست سيفير اللي هيموت. يعني فيش بقى مايلد ولا مود الكلام ده، ده بالنسبه لك انت. انما احنا لا، يا سيفير وتموت يا تبقى حلوه وتروح. احنا ما نفهمش الحاجات دي. طب نعمل ايه؟ ليه العلماء بيعملوا جريك؟ والله يا اولاد دي مشكلتكم، والله مشكلتكم ان انتوا لغايه السنه يعني مع احترامي فوق دماغي الناس. موضوع ان انا اعرفك الباك جراوند النظري بتاع الموضوع اهم بكتير قوي من ان انا اخليك كلينيكالي اورينتد، وان انا اقول لك ودي بتاع مش عارف ايه ودي والانزيم وده بيزيد، فلما الانزيم يزيد بقى لما تقيسه تلاقيه كده سهم لفوق. لا، سهم لفوق ده ايه؟ ده مايلد انكريز ولا مارك؟ وفي كل العيانين ولا مش في كل العيانين؟ الكلام ده لو انت مش كلينيكالي اورينتد ليه يا اولاد امتحانات بتاعتنا هتضيعك، هتضيع. وده من فضل ربنا سر التفوق بتاع الناس اللي عندنا انهم بيبقوا كلينيكالي اورينتد، فلما يجي في الامتحان ديفيشن يمين ولا شمال هو يقدر يمانيبيوليت معاه. السنس ده هيديفلوب معاك، هياخد وقت طبعا، هياخد وقت، بس شويه شويه خلينا ايه نلعب سوا. طيب يبقى فهمتوا فكره ان لو الحمل حصلت تبقى مشكله، وفهمتوا فكره ان انا لازم اوقف الحمل بكل الطرق والكباري. قلنا المايل از ذا ديزيز اوف ساينز، برافو عليكم. بايلاترال اوفيريال انلارجمنت، بس الاوفري مش اكتر من 5 في 5. الاستروجين عالي شويه مش مهم، هي الاوفري كبير بس. الثاني الاوفري كبر اكتر من 5 في 5 بس اقل من 12 في 12. يبتدي ابدومينال ديسكمفورت ونوزيا وايه وفوميتنج. هنا بقى ديزيز اوف ايه سيمتومز، ابتدت تشتكي ويبتدي الويت جين. السيفير فورم ان انا عندي سيست اكتر من 12 في 12، ويبتدي يحصل اسايتس وبلورال افيوجن وبريكارديال والكترولاين امبالانس، كل الحاجات اللي احنا ايه قلناها. قلنا دي ستيج اوف ايه كومبليكيشن، يبقى اوف سيمبتومز اوف سوري اوف ساينز اوف سيمبتومز اوف ايه اوف كومبليكيشن. اهم حاجه انه ما يحصلش. ازاي ما يحصلش؟ فكروني كده. واحد قلنا ايه فوليكيلومتري وادجست الدوز بتاع الاتش سي جي، دي واحده مش مكتوبه عندنا اكتبها. نمره 2 لو الاستروجين اكتر من 200، ده لو انت بتعمل كده، او لو عندك اكتر من 3 فوليكل بلس اديه هرمون اكتر من 2 اكتر من 17. عندنا في الكتاب كاتبين يساوي في كتاب الاسم، عايز تحفظها كده حياك الله، انا مش معترض، بس انا بقول لك ان هو اكتر من 2 اكتر من 17 يعني 3 فوليكل بلس اديه، 3 فوليكلز بلس ايه اديه. عايز تحفظ اكتر من 2 اكتر من 17 في كتاب الاسم كاتب يساوي، ربنا يوفقك. مش هتدي حقنة ال HCG. في حتة زميلنا قالها المرة اللي فاتت وحلوة ومش مكتوبة، ان انا اقلل استخدام الهمج. ودي حتة عايزين نفهمها يا ولاد، هي ايه مشكلة الهمج وليه الهمج وحش؟ مين الهمج ده؟ يوم المنغوص. ان في ايه وايه يا ولاد؟ طب تعالوا نعيش مع العيانة اللي بتاخد حقن همج. هي ابتدت عند داي 3 صح؟ داي 5 بقى فيها اوفري 5 في 5 ماشي، وفي ال اتش موجود. مش الحقنه فيها ال اتش ولا لا؟ اللي انا قلت لكم لا بيعمل اوفيليشن ولا بيخلى من الايه؟ داي 7 بقى فيها اوفري 10 في 10 وفيها اف اس اتش وفيها ايه؟ انا مش مستني لما اوصل لاحجام مهوله علشان ابتدي اعمل ده، انا من اول يوم وانا ال ال اتش او الاتش سي جي ايه موجود. ودي خطوره استخدام الهم. اي زي لهبل بقى على داي 9 داي 10 الاقي اوفري كبير حلو كده 8 10 سنتي، اقوم مدي حقنه إيه؟ بس بقى خلاص، ودي يا جدي بقى، ادي يا جدي، والعيانه بقى ايه تترب. فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى في الهمج من اول يوم شويه ال ال اتش دول زي ما اتفقنا لا بيعملوا اوفيليشن ولا ايه؟
ولا بيخلو من هايبر ستيميشن. نعم ارفعي لها يا دكتوره الاثنين. وبعدين سيبك من دول. في انا عندي مايلد فورم واحد بيرفع الري. ايه الممتع؟ هو هيرفع لها عشان تقعد كويسه عشان تعرف تسمع حقها وحقه وانت حاجه تسمعني. طيب عايز اقول ايه؟ المايلد فورم مش هنعمل لها حاجه. المايلد فورم ايه؟ مش هنعمل لها حاجه. المايلد فورم ريست ات هوم وريست، مش تنام على ظهرها، هيجي لها دي في دي برضه. وفريكوانت فولو اب، اقول لها تعالي لي كل يومين ثلاثه كده بص عليك ايه الاخبار. المودريت تو سيفير زي ما اتفقنا بنحجزها في المستشفى، كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت على الرسمه دي. يمكن ما قلتهاش، مفيش بي في. ليه؟ جايز وانت بتفحص كده الاوفري ده عايم في ميه وعامل زي المهبلبيه، وانت بتفحص كده ديب يقوم ايه؟ مفرقع، يجي لها انترابريتونيال ايه؟ هيموريدج. ماشي؟ فتقوم داخل عامل ايه في بطن العيال دي؟ فاتح. بس بس خلاص. انت هتخش بطن العيال دي غالبا مش هتخرج. ليه؟ تخيلوا كل التيشوز ايه؟ ايديميتس وفرايبل. وكل ما تجي تاخد ليه؟ لانها كلها ميه. وكل ما تجي تاخد غرزه في اي حته، شوف انا بقول لك ايه؟ زي المهلبيه. تخيل انك بتاخد غرز في مهلبيه. هتعمل ايه؟ هتمزع وتنزل دم اكتر. عشان كده بقول لك دخول بطن العيانه دي ما فيهوش خروج، اتجاهه واحد. نوطي خش بطن العيانه دي ما تطلعش. فلذلك بلاش بي في، لاحسن تفرقع تبقى مصيبه. وداوني بالتي كان العيانه عندها ابدومينال بين انالجيسك. طب والانتي هيستامينك والانتي بروستاجلاندين عشان ايه؟ فاكرين مش ده الايتيولوجي؟ مش ده الميديتور؟ طيب فلويد اند سولت ريستريكشن بيتر طبعا. فلويد شور اتفقنا نو دايوريتك. فين زميلتنا مرفت قالت لي نديها دايوريتك؟ ايوه فندم. لا ما ينفعش ما نديش دايوريتك. ايه طبعا بتاع الرعايه زي ما قلت لك المره اللي فاتت، اول لما الاقي عيانه فيها اسايتس يقول لك نديها ايه؟ ما هو ده عشان دماغه ابيض واسود، عشان هم علموه كده. قالوا له اللي يجي لها اسايتس نديها دايوريتك، ما تسالش على هيستوري ولا اكزامينشن ولا حاجه، دي تساوي دي. لا ما هو العيانه دي لو خدت دايوريتك هيزيد الهيمو كونسنتريشن يا ابني. امال الاسايتس ده مصيره ايه؟ هو هيروح لوحده ولو ما راحش بعمل له تاب. هو هيروح لوحده وما راحش بعمل له ايه؟ تاب. لو شرط باراسينتيسيس او كلوروسينتيسيس. فولو اب للفيتال داتا والهيماتوكريت والكريات كواجيليشن اي سي جي عشان الايه؟ والالترا ساوند. مفيش لاباروتومي اكسبت اف كومبليكيت، وساعتها تبقى يوم ايه؟ ازرق. مهمه قوي دي، فاكرين قلت لكم الهيبارين والايه؟ والالبومين. الهيبارين عشان امنع الدي بي تي، والالبومين عشان ازود الانقاط البريشر بتاع الايه. المره اللي فاتت قلنا الكلام ده على الرسمه بتاعت الايه. طيب شباب لسه انت الاندكشن اوف اوفيليشن واضح؟ ما تسمعونا كلمه حلوه بقى كده علشان ابقى مطمن لك كراجل اندكشناوي. عايز اسمع واحد عندي كم طريقه فور بس بصوت عالي بقى الله يكرمك، كم طريقه فور اندكشن اوف اوفيليشن؟ ثلاثه. اول طريقه وهي تعتبر الفيرست لاين اوف تريتمنت اللي هي ايه؟ انتي استروجين. الانتي استروجين المشهور قوي اسمه ايه؟ كلوموفين ستريت. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكلوموفين ستريت؟ بيحول المسرحيه الى ايه؟ خمس فصول. في الفصل الاول الاستروجين قليل، يبتدي الفوليكلز تكبر، يبتدي مين يعلى؟ يبتدي مين يقل؟ انا عايز اسيبه يومين ثلاثة اربعة. على فكرة كلنا دلوقتي بنكتبه من اليوم التاني، بس انا مش عايز الخبطك عشان الكل يعني الكتاب الاسم وكتاب مكتبين من اليوم الخامس، كلنا دلوقتي بنديه من اليوم التاني. ليه؟ علشان خلاص كلنا عارفين ان الاوفم سيلكشن حصل من زمان وان يومين كفاية خلاص. ماشي؟ مهم يعني بدي من اليوم الثاني من اليوم الخامس. مش ده الفرق اللي هيموتك، مش ده اللي هيموتك خالص. تاخد من اليوم الثاني، ما هو انت برضو ايه؟ انت يهمك يبقى عندك كلينيكال سنس. هو انت هتطلع هنا تاخد الشقه اللي قصادنا تفتح عياده؟ يعني ما ايه بس اليوم الثاني من الخامس. ماشي طيب اليوم الثاني اليوم الخامس كويس اديته عمل بلوك للايستروجين ريسبتور في الهايبوثالاموس ميلي وفي الايه؟ وفي البيتشيت. فابتدا مين يقل؟
سوري الاحساس الهايبوثالاموس والبيتيوتري بالاستروجين فابتدى مين يعلى الاف اس اتش وهنا ابتدى مين يقل الاستروجين لان هو كانه قل بالظبط صح ولا لا زي ما استخدمت مين الليتريزول مثلا فابتدى الاف اس اتش يحصل له ايه يعني فابتدت الفوليكلز ايه تكبر ويزيد البرودكشن بتاعها لمين للاستروجين او هيبقى يزيد كمان شويه لما وقفت الدواء سواء ده سواء ده ابتدى البيتيوتري تفاجئ ان لقيته اكتر من 200 لون فراحت عامله ايه الاتش يبقى انا اشتريت من جوه انا اشتريت كل حاجه منين من جوه ما بعتش اشتريت حاجه منين من بره الا اذا الكلام ده ما نجحش ابقى ساعده بالمناسبه ينفع عندي كومبايند كلوميد وجوناتروبين يعني ادي حقنه ادي كلوميد وادي معاها حقنه همج مثلا ينفع ايه ينفع بدل ما تشتري كل الهمج من بره بدل ما تشتري كل الاف اس اتش يا اخي خلي ده يطلع شويه وساعده انت بحقنتين ايه يبقى انا يعني عملت الاثنين مع بعض يبقى عملت سينرجيزم مع بعض بحيث ان انا بدل ما ادفع فلوس كتير قوي في الكلونيد ادفع في سوري فلوس كتير قوي في الهمج ادفع فلوس ايه اقل يبقى جبت شويه من هنا شويه واضحه يا اولاد الكلوروفين سيتريت وعرفنا السايد افكت بتاعته هتبص تلاقي المين سايد افكتس وده لازم ايه كل حاجه يبقى في دماغنا كده حته اندكشن اوف اوفيليشن يعني اوفيريان هايبر استيميشن ومالتي فيتال بريجنسي دي ناحيه الناحيه الثانيه ان الكلوميد انتي استروجين فيبتدي يدي لك سايد افكت از انتي استروجين وستايل سيرفايكال ميوكس وفازوموتور ومش عارف ايه وحتى المدريزس يعني الحاجات دي كلها خلاص طيب ذن عرفتوا يعني ايه جونادوتروبين ثيرابي ده معناه ان ايه ان انا سبتني من الهايبوثالاموس والبيتيوتري وقلت لهم ريحوا انتوا عنا عندها الطلعه دي وابتديت اعمل اربع فصول مين اللي عاملهم اني اللي عامل اربع فصول صح انا بدي جونادو بدي اف اس اتش بغض النظر عن مسماه لغايه لما الفوليكل تبقى بلس 18 لغايه لما الاستروجين يبقى 1000 يبقى 1000 ونص ماشي ما جراش وبعدين او مدي حقنه ايه ال H اللي هي غالبا بتبقى HCG الارخص وموجوده وحلوه جميله وبعدين الانتركورس يحصل في خلال ال 24 ساعه ولو انا هعمل عشان اندكشن عشان اي بي اف بالمناسبه انا هشرح في الانفيرتيليتي اي بي اف هشرح في الانفيرتيليتي اي بي اف ساعتها هيبقى وقعه هادي جدا دلوقتي اي بي اف فوق ده ماشي لما اشرحه تاني هيبقى وقعه اقل فاهمين الفكره ازاي؟ ف انا بس نفسي ايه وعلى فكره انا مش مستغرب يعني مش مستغرب الكلام ده بيحصل لي سنويا ثلاث مرات مره في عين شمس ومرتين في القصر العيني لان انا القصر العيني بدي كل ترم بدي مجموعه جديده هم عندهم في سنه خمسة في الترم الاولاني مجموعه وفي الترم الثاني مجموعه تانية خالص اللي عندهم اطفال في الترم الاولاني بياخدوا نسب في الترم الثاني والعكس فاهمين الفكره ترم وترم فانا بعمل الكلام ده ثلاث مرات يعني ما تفتكروش ان انا متضايق ولا انا مستغرب ولا اي حاجه خالص ليه لان انا تيبيكالي بدرس بطريقه جديده وتيبيكالي الطريقه الجديده دي ليها ريزيست الريزيستنس ده انهار مع الاجيال انا خدت كتير قوي علشان اثبت ان الطريقه دي صح وتم اثبات بدليل ان انتوا كلكم موجودين هنا فاهمين قصدي ولا لا بس انت شايف ان لسه عندك ريزيستنت شويه في الاول معلش حقك على طب انا اسف يعني اعمل ايه يعني ارجع كده لاوائل الثلاث دفعات اللي فاتوا بلاش الاوائل الاواخر ارجع لاي حد ماشي اوكي عرفتوا يعني ايه ان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون نظريا حلو بس عمليا وحش فهمنا ليه طيب كويس قوي فهمتوا الاوفيريان هايبر ستيميليشن يا اولاد فهمتوا الاوفيريان هايبر ستيميليشن فهمتوا ليه الاوفيريان هايبر استيميليشن ده اصلا بيحصل على مدى صغير في الاوفر العادي تعرفين انا الجمله اللي تهمني ايه يهمني ان ال ال اتش في قفص الاتهام جعلوني مجرما فهمتوها طب فهمتوا شفتوا فلويد من الانترا فاسكولار للاكسترا فاسكولار سلام عليكم يبقى كده الاوفيريان هايبر استيميليشن ايه خلاص سهله اوكي بصوا بقى حصتنا النهارده فيها ايه يا نهار اسود يعني انت بقالك ساعه ونص طيب بصوا بقى ايوه انا كده مالكش دعوه انا اللي سايق وبعدين ايه هلاقي بعد اسبوعين ولا بتاع ايه ده احنا في حصتين متاخرين على انت مالك انت
انا بعمل الجدول ده كروكي وبزود انا اكس في الاوقات اللي انا عارفها واللي انا عارف مسبقا ان انا هزود فيها بتاع، وانا قلت لك هذا الكلام هزود الحصه الاكسترا في الوقت اللي انا عارفه كويس قوي. ما تقلقش انا عارف اعمل ايه. خلاص طيب انت بس ايه خليك في حالك يا كابتن. كابتن بصوا بقى، حصتنا النهارده الاساس بتاعها حاضر، كل واحد متخيل ان هو ايه؟ ان انا مبيض محاره، واخد بالك؟ يعني انا مبيض محاره فاهم؟ والشغلانه دي اشتغلتها امبارح بالليل واخد بالك، وهو بقى ايه اللي هيضيف لي يعني يعرفني اشتغل ازاي؟ فمعلش يعني انا متاسف له، متشكر بحضراتكم يعني متشكر قوي للاحساس، الله على احساسك يا ست الكل. طيب بصوا بقى انا هشرح ايه يا اولاد، ما تزعلوش يا اولاد انا بهزر معاكم، انا فعلا ببقى بهزر بس فك جو الهزه ماشي. طيب يعني احنا كلنا اصحاب ومشتركين في مصير واحد، مش كلنا رايحين في داهيه. طيب بص يا عم، الدرس بتاع النهارده الرئيسي درس اسمه بوليسيستيك اوفاريان ديزيز. درس اسمه ايه؟ بوليسيستيك اوفاريان ديزيز، وده مشهور قوي ومهم قوي وخطير قوي. طبعا ايه، انت هتبتدي تجيب الصفحه انا جاي لك المعلم وعلمت الورقه دي ادهاني والنبي. طب بص بقى يا رب بعد الحصه رقم، احنا في حصه رقم كام دلوقتي؟ سبعه. يا رب بعد الحصه رقم سبعه تبقى فهمت انك تبقى تتنيل تبص معايا هنا وتديني الاتنشن بتاعك اللي بيروح في التدوير على الكلمه اللي انا بقولها من بقي، وتبقى تسيبني في الوش التاني اجيب اللي انت عايزه. فهمتوا ده ولا لا؟ ابقى اول حاجه يور اتنشن، انت مش واخد على كده، انا عارف انت في بني ادم ريكوردر بيدوس كده، وانت ببساطة بقى كيفت انت كده، واخد بالك؟ الراجل بيقول زي الكتاب، طب ما هو حافظه طبعا، كيفت انت كده صح؟ عشان تسهل ما انا بقرا مرة تانية، انا خدامك والله، المرة التانية بقري معايا، انا موافق، المرة التانية بقري معايا، صح؟ انت صح؟ في حاجة بقولها مرة واحدة؟ ايه من أول السنة قلته مرة واحدة؟ المرة التانية باري معايا، بس الطلعة الأولانية بخلينا يعني حوار ودي. بصوا بقى، البي سي او مرض سخيف ومنتشر. البي سي او هايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان ديسفانكشن، يعني عيانة هتدور على اورجانيك ليجن مش هتلاقي خالص، لان في هايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان ايه ديسفانكشن. وبالتالي حضرتك مهم قوي قوي تبقى فاهم ايه مفهوم الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفيريان ديسفانكشن، ان في ديسفانكشن، في ديستربنس في السكريشنز. وادي الكيرف الكلاسيك بتاع البي سي او، ان انا في الاخر، خلي بالك في الاخر، يعني في الاخر ينفع بقى في الاخر دي تطلع في الاول وينفع لا، هفهمك يعني ايه، بس at the end of days انا محتاج ان ال LH يبقى كده وال FSH كده. شفنا ايه من هنا؟ ان ال LH اعلى من ال FSH، ده واحد. رقم اتنين، ان ال LH وال FSH flat curves. معناهم ايه flat curves دول؟ ان البيتيوتري مش واكل معاها موضوع البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك. عارف يا مصطفى لو قفلتها وفتحتها جايز تشتغل، لو قفلتها وفتحتها، انا بكلمكم بجد والله، لو قفلتها وفتحتها جايز، هي خلاص ثابته على كده بقى لها شويه، يبقى احد الطرق العلاجيه ان انا ادي استروجين وبروجستيرون، ادي سي او سيز كومباين اورال كونتراسبتيف. اديها قد ايه؟ ممكن شهر، ممكن اثنين، ممكن ثلاثه. انا شخصيا احب ادي ثلاثه اربعه اشهر، ودي بيعمل كارثه. ليه؟ يجي بقى ايه؟ تقول لي هي هتاخد حبوب منع الحمل يا دكتور؟ لا يا ريت، دي بنت فيرجن وسمعتها حضرتك
ولما تروح ليه انت عارف الواد حماده صبي الصيدليه اللي بيمسح الازاز مش يعني ده بيحبها جدا لما تاخد حبوب من الحمد يقول عليها ايه يقول عليه انا بكلمكم جد لما هي تلاقي حد يلاقي في شنطتها حبوب هو ده اللي هيمنعنا ان احنا نعالجها صح تخيلوا الكلام ده ما عليه يبقى اذا انا عندي ال اتش واف اس اتش ده الكيرف بتاعهم رقم واحد ال ال اتش اعلى من الاف اس اتش رقم اتنين فلات ما فيهمش بيكس ازاي اوصل لده في ثلاث طرق عشان اوصل لده ايه الثلاث طرق الطريقه الاولانيه ودي اسهل طريقه ان انا يبقى عندي هايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن فروم ذا ستارت ايديوباثيك حلوه دي حلو عندناش حاجه احنا المرض الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفريان اكسس الايديوباثيك يؤدي الى ان ال ال اتش عالي والاف اس اتش واطي يا ابني الايه بس كده امال انت فاكر ايه هو كده وخلاص يبقى انا عندي ال اتش عالي واف اس اتش واطي ليه يا دكتور قالك والله يا في هايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن والبيتيوتري بتطلع ال ال اتش عالي حاجه والاف اس اتش قليل طيب مين في حضراتكم فاكر الاسترويدوجينيسيس اختصارا دايما احب احط المعلومات البيزك على جنب لو انا قلت ان دي جرانيلوزا سل ودي فيكا سل اختصار الاختصار الجرانيلوزا سوري الفيكا سل دي بتاخد الاندروجين تحوله الى اللي انا بقوله ده بتاخد الكوليسترول بس يا بابا بتاخد الكوليسترول تحوله الى اندروجين اختصارا احنا بنقول ايه اختصار كوليسترول تحوله الى اندروجين under the effect of هرمون اللي اسمه وبعدين الاندروجين ده يديفيوز للجرانيلوزا سيل عشان يتحول لاستروجين under the effect of هرمون اللي اسمه سهل يا اولاد اوكي لما ال LH يزيد مين الخلية اللي هيشتغل عليها يبقى هيشتغل على الثيكا سيل شغله على الثيكا سيل ده هيعمل استيميوليشن للبروليفريشن اوف ثيكا سيل اللي موجوده في المظله وفي الكبسول بتاع الاوفري فيبتدي الاوفريان فوليوم يحصل له ايه يزيد هو نورمال اوفريان فوليوم اخباره ايه طب اقول لكم بلاش كده عارفين مقاسات الاوفري ده مقاسات الاوفري واليوترس دول اسهل حاجه اليوترس واحد في اتنين في تلاتة انش زي البتاعة دي كده طوله تلاتة انش عرضه اتنين انش الثيكنس بتاعه واحد انش سهلة يبقى اليوترس واحد في اتنين في تلاتة ايه طب والاوفري واحد في اتنين في تلاتة سنتي الاوفري يعني اليوترس مرتين ونص النورمال مرتين ونص قد مين قد الاوفري طيب يبقى الاوفريان فوليوم المفروض يبقى كام برضو بسم الله على مقام ولادي هو الفوليوم ده يساوي ايه طيب طول في عرض في ارتفاع يعني واحد في اتنين في تلاتة سنتي اللي انا لسه قايله مش كده اللي هو ايه ستة كيوبيك سنتيمتر واحد في اتنين في التعفين اتنين في تلاتة بكام الوان دي لما بنضربها في اي حاجة عارفين حاجات انتو ان شاء الله اذن يا معلمي اذن يا معلمي الاوفيريان فوليوم ده بيزيد بيبقى اكتر من 10 كيوبيك سنتيمتر عرفنا الفايندينج ده جه منين ولا لا صح لا طيب لما ابتدي اعمل استيميليشن للثيكا سيل الثيكا سيل دي هتزود البرودكشن بتاع مين الاندروجين بالمناسبه بقى وعلى هامش الاحداث هنا الاوفيريان اندروجين اسمه تستوستيرون بينما الادرينال اندروجين اسمه دهية دي هيدرو ايبي اندروستيرون طب يا دكتور احنا ما نحبش نقول الالفاظ القبيحه دي على الصبح دهية يا عم لا بحمل دهية ده is international abbreviation فمش مستغرب منك وانت على قدك كده مش عارف تقول دي هيدرو ايبي اندروستيرون انك تقول ايه دهية طيب هو في اندروجين تانية يا دكتور في التستوستيرون ده واحد ده بتاع مين ميلي الاوفري طب والدهية ده بتاع مين ميلي وفي الاسد ملك الاندروجين ايه الاسد ملك الاندروجين اسمه ايه اسمه اندروستينديون
بس ما تقولش لحد اسد لان ده مش انترناشونال، ده انا بخرف بقول اي كلام. فهو اسمه اندرو ستينديون، مش قادر تحفظه مش مهم، بس تبقى فاهم ان في ثلاثة اندرو. الاندرو ستينديون ده نصه بيطلع من الاوفري ونصه من الادرينا، فهو ما عندوش بريفرنس في البرودكشن، ماشي مش مهم قوي. بس ليه بتقول ده؟ هتعرف حالا حالا بالا حيو ابو الفصل. طيب ال ال اتش اشتغل على الثيكا سيل، زود الاندروجين برودكشن. هنا الاوفريان اندروجين برودكشن هتطلع مين؟ قولوا قولوا تستوستيرون. وافتكر مش انا عندي اثنين اوفري اخواتي الاثنين تستس، دول بيطلعوا تستوستيرون ودول بيطلعوا ايه؟ تستوستيرون. اوعى تنسى. والداهيه بيجي من انهي داهيه؟ لا ده بعيد عننا بقى، ده بيجي منين؟ من الادرينال. اتفقنا؟ اوكي. الاندروجين اللي عندي ده المفروض يحصل له ديفيوجن للجرانيولوزا سيل عشان يتحول لمين؟ بس يا عين امها الاف اس اتش اخبارها ايه؟ قليله. فالاروماتيز اكتيفيتي في الاوفري ضعيفه، فيبتدي الاندروجين ايه؟ ياكيوميليت. فبص الاقي العيانه دي يبتدي الاندروجين اللي زاد ده اوبس يعمل لها هايبر اندروجينيزم. يعني ايه؟ لا ايه اللي على ايه؟ على الاي دي الاي، معلش لوضة الاطفال. هايبر اندروجينيزم. هايبر اندروجينيزم ده يعمل ايه للولية دي؟ هرشتزم بقى واكني وبس. هايبر اندروجينيزم هرشتزم واكني وبس. ليه يا دكتور بتقول وبس؟ لان كميه الاندروجين العالي ده مش كتير تنين زي ما انت متخيل. لما يبقى كتير تنين يبتدي يعمل لها حاجه اسمها فيراليزيشن. يعني ايه فيراليزيشن يا دكتور؟ فيراليزيشن دي بقى تبص لي عضلاتها بقت عضلات رجاله والكليتورس بتاعها طول وبقى زي البينس بتاع الرجاله وصوتها خشن. الكلام ده ما يحصلش الا لو في تيومر بيبروديوس فيري هاي اماونت اوف اندروجين. لذلك لازم حضرتك تفرق كويس. هيجي لك كيس في الامتحان الاثنين شبه بعضهم، واحده تخينه، هقول لكم ليه دلوقتي، واحده تخينه وعندها هيرشوتيزم وانوفيليشن ماشي، واحده فيها الكليتورس كبير وصوتها خشن يبقى ده اندروجين واوفري كبير. يعني تاني معلش، فيها اكني وهرشوتيزم وانوفيليشن واوفري كبير. العيانه اللي فيها هورس ديب فويس والكليتورس بتاعها تخين الاوفري كبير عشان فيه تيومر. انما العيانه اللي فيها اكني وهرشوتيزم وبس ده الاوفري كبير عشان فيه ايه؟ بي سي او. مفهوم؟ يبقى صعب. انتوا عارفين يعني ايه تروفيراليزيشن ولا لا؟ فيراليزيشن يعني تسترجل بقى، تبقى تقلب ذكر. تقلب ما تقلبش ذكر غير بتيومر. البي سي او مرض لا يقلب السيده الى ذكر، يعني لها اكني وهرشوتيزم وبس. اظن قلتها 100 مره ماشي. المهم الاندروجين اللي زاد ده اللي بقى اكيوميليتد ده مش عارف يتحول في الاوفري الى استروجين. فيسال ولاد الحلال يا اخوانا، هو انا هتنتني كده؟ هو انا هتنتني عالي قوي كده؟ بص تعالى بص، شايف الاديبوس ليشو اللي هناك ده؟ قالوا لنا عنده أروماتيز ملوش دعوة بموضوع الـ FSH، يعني مش شغال كده. أقسم بالله. طب جري على مين؟ على أديبوس تيشو. يقوم الأديبوس تيشو ده، يقوم الأديبوس تيشو ده يحوله إلى الأديبوس تيشو ده فيه أروماتيز يحوله إلى E1. والاي 1 ده في حاجه غريبه، بيعمل بوزيتيف فيدباك للال اتش ونيجاتيف فيدباك للاف اس اتش. ليه يا دكتور؟ عشان ربنا خلقه كده. حلوه. ما انا عارف، ما عارف لسه. لا يعني هو ربنا ليه لا يسالهم وهم يسالون؟ انا هعمل ايه؟ خلاص. فلما يعمل بوست فيدباك للال اتش يقوم الال اتش يحصل له ايه؟ يعلى، يشتغل على خليه اسمها ايه معلش؟ فيقوم يزود حجم الثيكا سيل وفي نفس الوقت يزود الاندروجين برودكشن اللي بيعمل هايبر اندروجينيزم.
الاندروجين لما يعلى ومش عارف يتحول جوه الاوفري الى استروجين، فيسال فيقولوا له بص هنا في الادوبوس تشو ايه اروماتيز، فيقوم واخد نفسه وطالع هناك فيعمل ايه الى اي 1، والاي 1 ده في حاجه غريبه بيعمل بوزيتيف فيدباك على ال اتش ونيجاتيف فيدباك على مين. عشان ما فوتكوش في الكلام، الاف اس اتش القليل ده مع الاندروجين العالي ده مخلي الفوليكلز مش عارفه تاخد راحتها في انها تكبر. فتبص تلاقيهم ايه، هو برضه تقول لي ايه مش ازاي يبقى في فوليكل وما فيش اف اس اتش؟ امال ميتين ام الكيرف ده بيعمل ايه حضرتك؟ ميتين، انا رسم ميتين وليه حضرتك؟ مش عشان اقول ان في اف اس اتش بس قليل، فالفوليكلز هتكبر بس ان الاف اس اتش قليل مع الاندروجين ده مش هيخليها تبقى بلس 18، امال يخليها تبقى كام؟ خليها تبقى 10، لا مش 10 كمان 9. يعني ابص الاقيهم مترصصين كده، لا مؤاخذه في دي الكلمه، زي حدوة الحصان ده عليم تاب. ليه؟ عشان احنا قاعدين يعني في مجلس علمي. هم هناك يقولوا ايه بقى؟ نيكليس ابيرنس. يا ميسين يا ميسين، عارفين يعني ايه نيكليس ولا لا؟ يعني عقد، زي العقد، زي السلسله، واخد بالك؟ بس هم ميسين. انا اقول ايه؟ زي حدوة الحصان، انا مش هقول حمار، حدوة الحصان، خلاص؟ طيب هنا بص الاقي ايه؟ ابص الاقي انه ابتدى يبقى عندي اكتر من 10 فوليكلز، وفي التحديث اكتر من 12 فوليكل. اكتر من 10 في التحديث، اكتر من كام؟ من 12. الفوليكلز دي اقل من 10 مليمتر، يعني من 2 ل 9 ملي، اقل من كام؟ من 10 مليمتر. في ده احنا قلنا بدل بلس 18 بقت بلو 10، بدل بلس 18 بقت بلو ايه؟ 10. فعندي الاوفيريان فوليوم اكتر من 10 كيوبيك مليمتر، ادي واحد صح. رقم 2 في اكتر من 10 ايه؟ فوليكلز، بس حجمهم اقل. ال 10 فوليكلز دول يقول لك اسمه ايه؟ نيك ايه؟ ليس ابيرنس. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ واحد اسمه ادمز، وبقى اسمها ادمز. بس ادمز ده بتاع الالترا ساوند، يبقى الكريتيريا دي شوفها بايه؟ بالالترا ساوند. بس يبقى دي اسمها ادمز كريتيريا بمين؟ بالالترا ساوند. كويس. وبقى عندي العيانه دي كمان فيها كرونيك ان ايه؟ يعني ايه كرونيك؟ يعني بقاله شهرين، ثلاثة، سنة، اتنين، ثلاثة، عشرة، اتنين، اي زي ما انت عايز. يعني اي واحدة بقالها اكتر من ثلاثة اشهر ما بوصفه كرونيك انفيريشن. مش معنى كلمة كرونيك ان هي بقى دلوقتي عندها 60 سنة وفيها كرونيك انفيريشن. مش لازم يا بابا، مش لازم، ماشي؟ معلش، خلاص؟ يبقى اي عيانة بتقعد فترة من فترات حياتها أرض. وبعدين بس خلي بالك، العينة دي بقى تيبيكالي تلاقيها ازاي؟ ممكن يجي لها بيريد تلاقي فيها شعر ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يجي لها دورتين ثلاثة ورا بعض، وبعدين ترجع تاني كده، وبعدين تاخد علاج، وبعدين ترجع تاني كده. ده معنى كلمة ان عندها كرونيك ديزيز، ساعة يروح وساعة يجي، ها كده. فاهمين الفكرة؟ يبقى مش لازم الكرونيك ديزيز ده، علشان برضه انت عندك هيبوثالامس هايبوثالامس والبيتيوتري مش شغالين، هتيجي بعد شوية تقول لي ان العيانة دي باراتو، انت حر. طب اعمل ايه؟ الكيس اللي جت في الامتحان طلعت انها فرط وكان جالها مرتين بوضت وربنا كرمها بعيلين، ايه الحقد ده؟ ليه اسود انت من هنا؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ ولا معلش هقعد ازن عليكم شويه في حاجتين ثلاثه كده لغايه لما نتعود عليهم. طيب شايفين الثلاث حاجات دول؟ شايفين الثلاث حاجات دول؟ كان في عالمين زمان اسمهم شتاين وليفنثال. انت شتاين يا عم الحاج ولا ايه؟ وصفوا ان العيانه
قالوا كده، قالوا في عيانة بيبقى عندها منسترول الريجولاريتي اند اور انفيرتيليتي. مين دول؟ ده معناه ان عندها ايه؟ انوفيليشن. منسترول الريجولاريتي صح وانفيرتيليتي، مش احنا اتفقنا الدوره نهايتها السعيده ايه؟ يا تحمل يا دوره تنزل، وبالتالي كل العيانين اللي فيهم انوفيليشن هيبقى عندهم منسترول بروبلم وفيرتيليتي ايه؟ فجم شتاين وليفنسال قالوا ان احنا اكتشفنا ان في عيانين فيهم منسترول الريجولاريتي ومين؟ وانفيرتيليتي، وان العيانين دول عندهم كمان هرشيوتيزم هرشيوت. فعمل لهم مناظير وده كان شغل شتاين وليفنثال، فلقينا اللارجت بوليسيستيك اوفري. الكلام ده شتاين وليفنثال في الثلاثينات 37 38 زمان قوي 1900 طبعا، خلاص عشان تقول لي لا ده لسه ما جاش حضرتك 1900 خلاص. قالوا ان احنا عملنا مناظير لمجموعه من العيانين، لقينا حاجه حاجتين بيجوا مع بعض غراب قوي، ان العيانين دول عندهم ايفيدنس اوف انوفيليشن وفي نفس الوقت وانفيرتيليتي، وبعدين في نفس الوقت هيرشوتيزم كده، وبعدين لما بصينا عليهم كويس بالمنظار لقينا فيه اللارجت بوليسيستيك ايه اوفري. قلت لك ده 37. جم بقى في اوائل الالفينات قعدوا قعده حلوه كده في هولندا في روتردام، مش في روتردام في باريس، عارفين روتردام؟ روتردام في هولندا. وقالوا ايه في روتردام؟ قالوا علشان تشخص مرض البي سي او حضرتك محتاج اتنين من ثلاثة. ايه الاتنين دول؟ ايه الثلاثة دول؟ قال لك واحد ايفيدنس اوف اوليجو اوفيليشن او انوفيليشن، اتنين هايبر اندروجينيميا كلينيكال او بايوكيميكال، ثلاثة ألترا ساوند كرايتيريا اوف بي سي او. ايه رأيكم؟ هل دول غيروا عن دول كتير؟ قالوا ايفيدنس اوف انوفيليشن او اوليجوفيليشن منسترال ريجولاريتي وايه؟ هايبر اندروجينيزم كلينيكال او بايوكيميكال، هنا بس كانت ايه؟ كلينيكال، هنا زودوا كلمة بايوكيميكال لان رئيسي التستوستيرون والدهي ولا عم. هنا كان اللارج الاوفري بمين؟ باللاباروسكوب. احنا قلنا بقى بمين؟ بالالترا ساوند، ادي الفرق. رحت انا جاي سنة 2005 عملت أليمز كرايتيريا. انا مش هقل منهم مطنية، هم ايه اللي ضافوه يعني؟ وقلت بص البي سي او بقى عشان يتشخص احنا محتاجين اتنين من ثلاثة. انوفيوليشن اوف اور اوليجو اوفيوليشن. اندروجين اكسس يا ابن الايه؟ كلينيكال او بايوكيميك. ادمز كرايتيريا اوف الترا ساوند يا ابن الايه بقى؟ ما هي هي الله بس اي كلام. يبقى ايه بقى؟ هي هي إيه؟ طب هم لما قعدوا في روتردام يعني احسن انضف مني لما اخذك، انا قعدت مع نفسي حضرتك وسجاره حلوه كده وطلع هي نفس اللي اهو اللي انا كاتبهم عند حضرتك باللون الايه بقى؟ الاحمر. عرفتوا جم منين كلهم؟ يبقى انا كاتب اهو ايفيدنس اوف انوفيليشن او اوريجو انوفيليشن صح؟ وفهمتوا جت منين؟ ايفيدنس اوف اندروجين اكسس او هايبر اندروجينيم. ثلاثة ادمز كريتيريا باي ايه؟ الترا ساوند. دي المكونات الرئيسية لمين؟ لمرض البي سي او. طيب وفهمنا قوي بدايته لما يبقى هايبوثلاميك بيتيوتري ايه؟ ديسفانكشن. طيب هو مالوش بدايات تانية؟ لا، ده ليه فضلة خيرك بدايتين تانيين. زي ايه؟ يبقى احنا اتفقنا البداية رقم واحد اهي ونعلم عليها بالاسود من الهايبوثالاموس والبيتيوتري. البداية رقم اتنين ان يكون في انزيماتيك ديفيشنسي في الاوفري او في الادرينال. عشان هنا ما كتبتش تستوستيرون، خدت بالكم انا كتبت زياده الايه؟ الاد، عشان لما اجي في البدايه الثانيه ما تغلبونيش. في عندي اروماتيز مش شغال كويس سواء في الاوفري او مين؟ او الادرينال. بتنيله ايه؟
بصوا هنا. طب اعدي حب على ايد واحد واحد. في انزيماتيك ديفكت في الاوفري او في الادرينال، فابتدى الاندروجيني ايه؟ ياكلوا مليت. وعشان الاندروجين ده في انزيماتيك ديفكت في الاروماتيز، فسال هو فين الحته اللي فيها اروماتيز؟ فقالوا له مين؟ عند الاشياء في الاديبوز اللي هناك ده، اطلع هناك. فراح الاديبوز تشوف، فتحول الى والاي 1 ده في حاجه غريبه، بيعمل بوزيتيف فيدباك لل ونيجاتيف فيدباك. فابتدى ال اتش ايه بقى؟ يزي. فابتدى يشتغل على، فابتدى يزود الاندروجين برودكشن. بس ما هو في انزيماتيك ديفكت، وكمان الاف اس اتش كمان ابتدى يقل دلوقتي. فابتدى الاندروجين يسال، فقالوا له روح هناك عند الاديبوز تيش، وابتدى يتحول بالاروماتيز انزيم الى، والاي 1 ده في حاجه غريبه انه بيعمل بوزيتيف فيدباك للال اتش ونيجاتيف فيدباك للاف اس. فابتدى الال اتش يزيد، تشتغل على السيكا سلو يطلع هيدروجين، والاندروجين راح عند الاديبوز تيش تحول ايه، ولا حاجه غريبه انه بيعمل بيعمل ال اتش. عرفتوا البدايه رقم 2 سهله؟ البدايه رقم 3 بقى دي اللي لطيفه خالص، وده الحاجه اللي مشهوره قوي واحنا متعودين عليها، ان انا يبقى عندي عيانه اوبيز. يبقى عندي عيانه ايه؟ اوبيز. العيانه الاوبيز دي عندها انسولين ريزيستنس، صح؟ الانسولين ريزيستنس ده بيعمل هايبر انسولينيميا، يعمل هايبر ايه؟ يقوم الانسولين ليه ريسبتور على الثيكا سيل. بصوا هنا يا ولاد، شايفين الانسولين ليه ريسبتور على الثيكا سيل، بتستيميوليت الثيكا سيل اندروجين ايه برودكشن. حلو كده بقى، يعني اقول لكم ايه؟ ما هو طبعا انت ليه الانسولين بيزود حضرتك؟ عشان هو ليه ريسبتور على الثيكا سيل بتزود الاوفريان اندروجين برودكشن. يعني ازاي؟ يعني بيركب على الريسبتور بتاعته اللي على الثيكا سيل اللي بتزود الانزيماتيك اكتيفيتي اللي بتعمل اندروجين برودكشن. يعني بس الميكانيزم ايه؟ ان هو في انسولين بيركب على الانسولين ريسبتور بتاعته اللي على الثيكا سيل، فالانزيمز اللي هي بتعمل الاندروجين الاكتيفيتي بتاعتها بتزيد، فبتزود يبقى الانسولين ركب على الانسولين ريسبتور، ابتدى الاندروجين برودكشن يحصل له ايه؟ يزيد. يزيد عن الكاباسيتي بتاعت الاروماتيز انزيم. فيبتدي يحصل اكيوميليشن لمين؟ فيسالهم يا اخوانا، انا هتنتني كده اقول شايف الادوستيشن اللي هناك ده عنده فضلة خيرك اروماتيز انزيم قاعد صايع مش لاقي حاجه يعملها، يقوم رايح على هناك يتحول الى، والاي 1 في حاجه غريبه بيعمل بوزيتيف فيدباك للال اتش ونيجاتيف فيدباك لمين؟ فيبتدي الال اتش يزيد شويه والاف اس اتش يقل، فيشتغل على ايه؟ سيكا سيل. فالسيكا سيل اشتغل عليها يبتدي يزود الاندروجين برودكشن، الاندروجين برودكشن ما يزيد يبتدي يروح على الاندروجين اي 1 ولا حاجه غريبه قوي. خلاص في حته عشان اقفل الحلقه، لما الاندروجين راح الاديبوز تيشو وتكون اي 1، الاي 1 ده بيستيميوليت الريبليكيشن بتاع الاديبوز تيشو. الاي 1 سوري اللوكال في الاديبوز بيزود الريبليكيشن بتاع مين؟ فلما الاديبوز تيشو ريبليكيشن بيزيد، مين اللي بيزيد؟ فيزيد الانسولين، فيزيد الهايبر انسولينيميا، فتشتغل على الثيكا سيل، على الانسولين ريسبتور في الثيكا سيل، فزود الادروجين برودكشن اللي راح يبقى الاديبوز تيشو اي 1 والاي 1 غالبا تبقى زي الاتش. خلاص ايه بقى؟ الحته بتاعت الانسولين بتحصل في الاوبيز بس بدرجات متفاوته، ومش في كل الاوبيز، مش لازم نتفق على كده. ما تاخديش مني تصريحات، انا مش هصرح لك بحاجه. لازم نتفق ان الكلام ده اوبيز. انتوا عارفين ان الاوبيز دي انواع ولا لا؟ في فيميناين وايه؟ او اندروجينيك وايه؟ وفيميناين. ايه الفيميناين؟ سوري، ايه الاندروجينيك دي؟ اللي هو ده رجوله يالا، فاهم يا ولا ايه يالا؟ الاندروجينيك اللي هي السنترال اوبيزيتي اللي هي ايه؟ ودي بعيد عنك، دي بقى بتاعت الانسولين ريزيستنت والكورونري هارت ديزيز والحاجات الحلوه دي. وفي فيمينين اللي هي ايه؟
سلمني على فخادك يا اسماعيل بيه. هتلاقي اتنين فخ واتنين دراع من التخان دول، وبعدين والسنتر مش هو ده اللي افكتد، ده اسمه بريفرال ايه اوبيستي، ده بتاع الناس الحلوه بتاعت زمان، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما تمشي الوجل الوحي. واخد بالك انت من الحكايه؟ يعني ايه لما جه يتغزل قال لك ايه؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، حاجه اتوبيس كده يعني. كم من قدر ما هي تخينة تمشي الهوينة كما تمشي الوجل الخايفة الوحل اللي بتحتها وحل. يعني تتخيل هي مش هي ماشية تجرجر في نفسها، يعني تخيل كده أبو لهب وهو واقف على ناصية قريش، يا أتوبيس أنت يا عز حاجات كده. فمش عايزك إيه؟ مش عايزين ناخد التيرمز إن هي أبسوليوت. ده هيحصل يا دكتورة في العيانة اللي فيها أندروجينيك أوبيزيتي، اللي بيحصل لها إنسولين ريزيستنس. قول يا حبيبي. انا قلتها كم مره، في كسل في كسل يا دكتور، وانا لازم الانسولين ريسبتور على في كسل، وقلت اربع مرات ان الميكانيزم انه بيشتغل بيركب على في كسل بيزود الاندروجين برودكشن. حقك عليا، انا اللي حقك عليا والله، وعلى اللي خلفتني كمان. طيب بتقولي الاوبيس بيشنت عندها نفس مشكلة؟ لا ده اجاوبه. بصوا يا اولاد بقى، ما دي لسه بقى الحته اللي جايه، يعني ممكن اقولها. بصوا بقى، اذا مرض البي سي او ده، وده برضو اجابه على سؤال، ده عباره عن سندروم، لذلك ساعات يسموه بوليسيستيك اوفاريان ايه سندروم. قد يكون ليه بدايات مختلفه، في الاخر البدايات دي لازم تؤدي للدائره الوسطانيه يا دكتور، ايا ما كانت البدايه لازم البدايه دي تؤدي الى الدائره الايه الوسطانيه. يعني العيانه الاوبيز اللي عندها انسولين ريزيستنس الاندروجين زاد، صح؟ لما الاندروجين زاد زود الاي 1 والاي 1 على ال ال اتش وطل اف اس اتش، لما عندها ديس فانكشن في عندها اف اس اتش، هعمل لها انا كده من الاندروجين الزياده اللي زود الـ E1. مش هو لما فيش dysfunction LH FSH نورمال من الأول؟ حلو، حلوين نورمال دول؟ نورمال صح؟ لما الـ E1 يزيد هيبوصه. هو إيه اللي هيخرج أندروجين بره؟ أنا عندي FSH يحوله بعد كده؟ علشان هو زاد بتقولي ما أنا عندي FSH ما يتحول. الـ FSH على قد الـ LH اللي عندي، لما الإنسولين زاد عليهم بقى الأندروجين أكيميليشن. فاهمة؟ ما هو لازم نحفظ السؤال، أنت عندك مشكلة في حتة ما في الدايرة. الحته اللي مال في الدايره ان انت متخيله ان انا لو جبت 7 كيلو اندروجين ما انا عندي اف اس اتش، لا اف اس اتش حوالي 2 كيلو وال5 اكيوميليت. خلاص؟ يبقى اذا يا اصدقاء ايا ما كان، احنا قلنا ده البوليسيستيك اوفاريان ده ايه؟ سندروم. ايا ما كانت البدايه، ايا ما كانت البدايه، في الاخر هوصل عند حته، ودي اهم حاجه يا اولاد، ان انا بقى عندي هايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن. الهايبوثالاميك بيتيوتري ديسفانكشن ده قد يكون ابتدى دونوفو فروم ذا ستارت، صحيت الصبح الهايبوثالاموس والبيتيوتري قروا الفتحه على قله القصر وراحوا عاملين المنظر ده لوحدهم. ممكن، وممكن يكون انزيماتيك ديفيشنسي في الاوفري او الادرينال خلى الاندروجين عالي. ما تجيش بقى الدكتوره تقول لي ما هو الاف اس اتش موجود، ما في انزيماتيك ديفيشنسي يا دكتور. فابتدى الاندروجين اللي اكيوميليتد ده يروح على اديبوستش ويبقى اي 1، وده في حاجه غريبه هيعلي ال ان اتش وات الاف اس اتش. لما يكون عندي عيانه اوبيز وعندها انسولين ريزيستنس، فيبتدي الانسولين اللي هو اكيوميليتد ده يشتغل على الثيكا سيل ويطلع اندروجين بالزياده اللي يفوق قدرتي على تحويله الى استروج الى اي 2، فيبتدي الاي 2 ده يروح ما يبقاش على فكره العيانه دي الاي 2 فيها عالي ولا واطي؟ ممكن يبقى واطي، ممكن يبقى عالي، ممكن يبقى نورمال. عارفين ليه؟ هو انتوا ناسيين ان انا عندي طول الوقت 12 13 فوليكل؟
ال 12 13 فوليكل دول كل واحده فيهم 5 مللي على 6 مللي على 4 مللي على مش عارف ايه، مش لما تجمعهم على بعض يدوك 2 3 سنتي؟ لازم تفهموا ده، ان الاي 2 الاخر مش ديفكتيف، بس الاي 2 في اي 1، في اي 1 والاي 1 ده سخيف. الله، يعني في اي 2 في اي 1 الاثنين. يعني العينه دي اخرى يا دكتور عندها هايبر استروجينيميا عشان الـ E1 وعشان الـ E2، مش احنا اتفقنا على كده ولا لا؟ ان انا عندي مجموعه من الفوليك اللي هنا بتطلع ايه؟ E2، وعندي كمان E1. اي نعم الـ E1 عالي اكتر من المعتاد. هو المفروض during the child bearing period مين اللي اعلى من مين؟ الـ E1 اعلى ولا الـ E2؟ الـ E2 اعلى. هنا بلاقيهم قد بعض تقريبا، الـ E1 للـ E2 تساوي ايه؟ واحد. طيب بس مش مهم، بقى عندي هايبر استروجينيميا ولا لا؟ حد فيكم يعرف ايه الهايبر استروجينيك كونديشنز المشهوره قلت لكم قبل كده؟ اندوميتريال هايبر بليزيا واندوميتريال كانسر. ينفع؟ طب واندوميتريوزس مع شغال معاكم؟ ليه الاندوميتريوزس؟ مش الاندوميتريوزس ده عباره عن اندوميتريوم خرج بره؟ لازم ارويه بالاستروجين عشان البذور دي تزرع، فاهمين الفكره؟ يبقى اندوميتريال هايبر بليزيا واندوميتريال كانسر وايه؟ واندوميتريوزس. وايه بقى مشهور قوي تاني؟ فايبرويد. برافو عليك. وايه؟ وفايبرويد. دول دايما وهنقولها كده يعني نتكلم بيها، نقول ايه؟ مهمد ومهمد ومهمد وعثمان. ليه؟ الاندوميتريال هايبربليزيا والاندوميتريال كانسر والاندوميتريوزس بيجوا في الوايد ريس، بينما الفايبرويد كومن في مين؟ في البلاك ريس. فعشان نفتكر كده بنقول مجازا مهمد ومهمد ومهمد وايه؟ وعثمان. مهمد ومهمد ومهمد بالمناسبة اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كانسر وايه؟ واندوميتريوزس وفايبرويد. خلاص كده؟ يبقى دي اسمهم الهايبر استروجين. طيب ده يحصل لو العيانة عندها بي سي او لمدة شهر ولا اتنين؟ ده ايه؟ ده لونج تيرم ال 1. ال 1 دي يعني ايه؟ لونج تيرم افكت 1. الاقي مهمد ومهمد ومهمد وايه؟ وعثمان. طيب نمرة اتنين، الهايبر اندروجينيميا دي على الشورت تيرم عملت لي اكني وهرشتزم، بكره دي اعمل اكني وهرشتزم، بس على اللونج تيرم هتبتدي تعمل هايبر ليبيديميا. عارفين فكره ال ان انا اعلي مين؟ ال دي ال، واوطي مين؟ ال اتش دي ال. ولما اوطي اعلي ال دي ال واوطي ال اتش دي ال ده يقوم يبتدي يجي لي كرونري هارت ديزيز، صح؟ ال 2. بس ده بكره ولا بعده ولا على اللونج تيرم؟ على اللونج تيرم. اخيرا الانسولين ريزيستنس اللي عندي دي على اللونج تيرم هيبتدي تعمل هايبر انسولينيميا، وده يعمل دايابيتس وهايبر تنشن، واسمي دي ايه؟ ال 3. يبقى لما اجي اسالك ايه الثلاثه اللونج تيرم كومبليكيشنز بتاعه البي سي او، تقوم تقول لي والله ال 1 ده اللي هو ايه؟ هايبر استروجين، فيعمل محمد 1. ال 2 هايبر ليبيديميا او ديس ليبيديميا، اللي هي يبتدي ال دي ال يعلى والاتش دي ال يقل، فيبتدي يبقى فيه اسكيميك ايه؟ هارت ديزيز. نمرة ثلاثة هايبر انسولينيميا، ثلاثة هايبر اهو صح؟ فيبتدي يحصل دايابيتس وهايبرتنشن. خدتوا بالكم ان المرض ده مرض ثلاثيات، عمال يعمل في ايه؟ في ثلاثيات. شايفين شكل العيان ولا لا؟ ناخد نشرب سيجاره، خلاص نشرب سيجاره، وبعدين بقى ايه؟ نقوم واخدين المرض على العلم زي ما انت بتحبه بقى، ديفينيشن مش عارف ايه وبتاع وحاجات كده. ماشي حضرتك تعال نشوف حكاية البي سي او ده ايه. اهم ادي الجوز شتاين وليفنثال سنة 35 لما هم قالوا ان في عيانة عندها اوفيلاتري ديسفانكشن، عمل لها منسترال الريجيولاريتي وعندها هيرشوتيزم
ولقينا فيها بايلاترالي انلارجد بوليسيستيك اوفري وهم لقوا الحقيقه بالالترا ساوند. البي سي او موجود في 4-6% من الستات. وده رقم مش بطال. رقم مش بطال. عايزين نقول ايه يا اولاد؟ في فرق كبير قوي بين ان حضرتك تروحي للدكتوره علشان عندك مغص، عندك اي حاجه فتقول لك ده انت في عندك 3 اكياس على المبايض كل واحد فيهم 4 ملي في 8 ملي في مش عارف اي كلام كده. حضرتك رحت لها ثالث رابع خامس يوم الدوره فدي فوليكلز ناويه تكمل ويبقى فيها واحده ماتيور جرافين فوليكل. يبقى البي سي او مش الترا ساوند فايندينج. والله 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 خلاص. لان تجيل البنت مرعوبه سواء هي او تقول لي ده بنت عمي ده بنت خالي ده عفريت ازرق. مالها يا بابا؟ الدكتوره قالت لها ان عندها تكيسات على المبايض. طب دورتها اخبارها ايه؟ منتصمه. طب حضرتك عندها اكني ولا هشيل؟ لا. طب خلاص ما احنا اتفقنا ان احنا عايزين 2 من ايه؟ 3. فهمنا؟ طيب بس رقم 4-6 ده ما يمنعش انه the commonest cause of chronic anovulation اللي هو هيديني المانيفستيشن بتاعة الاميدوريا والانفرتيليتي صح؟ والايه؟ والهرشيدزم. بصوا كده الكلمة دي etiology is unclear و idiopathic. يبقى منطقي ان انت تلاقي استفسارات عندك مش عارف تجاوبها. بدليل انهم حاولوا يفسروا كده. انت مش لازم تحلف. الايتيولوجي از ان كلير. احنا فهمناه. بس ايه ليه الهايبوثالاموس والبيتيوتري ما عملوش كذا؟ ليه الانزيم ما عملش كذا؟ معلش يعني اسف انا هاك عليا طلع كده خلاص. طيب ادي الايتيولوجي. ال LH بيستيميليتي الثيكا سيل بالمناسبه كمان بيعمل انهيبيشن للاروماتيز انزيم. وده بصوا بيخلي الاستروما تخينه ازاي. بصوا لونها اصفر ازاي عشان ال اتش ايه عالي. الاندروجين العالي ده بينهبت الفوليكولوجينيسيس هو كمان والاف اس اتش. الاندروجين العالي بيروح الاليبوستش ويتحول الى اروماتيز انزيم فيعمل الاي 1 اللي بيعلي ال اتش ويوطي الاف اس اتش. الاف اس اتش القليل مع الاندروجين العالي هم اللي مخليين الفوليكلز اكيوميليتد بالمنظر ده. مش عارفين يكبروا يبقوا بلس 18 عشان يحصل لهم اوفيليشن. ودي كده تبقى البدايه رقم 1. البدايه رقم 2 ان يبقى عندي انزيماتيك ديفيشنسي في الاوفري او في الادرينال فيبتدي الاندروجين اكيوميليت يروح الاديبوستش ويبقى اي 1. لما يبقى اي 1 يعلي ال اتش ويوطي الاف اس اتش وده يعمل المنظر ده. العينين الاوبيز اللي عندهم انسولين ريزيستنس عندهم هايبر انسولينيزم. الانسولين بيشتغل على الاوفيريان انسولين ريسبتور او الاوفيريان لايك جروث فاكتور ريسبتور وده بيزود الاندروجين برودكشن. مهمه قوي القفله دي ليه؟ انا عايز حضراتكم تفترضوا ان البدايه كانت هايبوثلاميك بيتيوتري ديسفانكشن. لازم نوصل للموضوع ده. يبدو ان انا ايه وانا عمال اقول حاجه غريبه وكده كنت عايز اوصل رساله ان اي بدايه هتلففني الدوائر هي هي. ففي ناس ركزت معها والكوميديا وكده وما ركزتش في المسج اللي انا نفسي توصل ان البدايه من اي مكان هيلف نفس اللف. يعني افرض ان انا عندي from the start hypothalamic pituitary dysfunction ال اتش هاني واف اس اتش ولا مش ده هيزود الاندروجين وهيروح في الاديبوستش يبقى اي 1. مش الاي 1 ده هيعمل اديبوزايت ريبليكيشن تعمل اوبيزيتي والاوبيزيتي تعمل انسولين ريزيستنس. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني انت لو ابتديت المثلثين دول من ايتها منطقه تذكر في الاخر هتوصل ان عندك بيكتشر. البيكتشر دي فيها الحاجات دي بدرجات متفاوته. وعلشان كده ده سندروم. يعني لو العينه عندها اديبوسايت زياده شويه هتبص تلاقي الهايبر استروجينيميا عندها غالبه الهايبر اندروجينيميا. طب لو العيانه الاديبوس تيشو ده ما بقولش مختفي مفيش بني ادمه ما عندهاش فات سيلز مش يا ابيض يا اسود بس قليل شويه هبص الاقي ان الهايبر اندروجينيزم عندها غالبة الهايبر ايه استروجينيمي. لذلك لازم تبقى فاهم ان ده سندروم مش لازم يجي في التيبيكال بيكتشر اللي كل واحد فيكم. يعني انا لو قدامي 250 ولا حاجه كل واحد
في خياله صوره العينه بي سي او، هو اللي صنعها وهيعبدها زي الصنم العجوة، واي حاجه تانيه غير دي تبقى مش بي سي او. خلاص عينة البي سي او دي وزنها 480 كيلو على الاقل، ما جات لهاش ولا دوره من ساعه ما اتولدت. شعرها مقبوض عليها مرتين امن دوله في تنظيف القاعده مرتين قبل كده. هي دي الصوره وابتديت تعيش معاها. فيقوم يجي لك عينه فيها كرونيك انوفيليشن وبوليسيستيك اوفري، وريني كده حلقت لي دقنك الصبح. لا خلاص امشي انت مش بيسي، ده سندروم يبقى موجود فيه الحاجات دي بنسب ايه متفاوت. كويس طيب لما تيجي تبص على الاوفري، اهو الاوفري اهو اللارجد وكبير ماشي، والاستروما بتاعته كبيره، الوول بتاعه ثيك تيونيكال، لان انا كنت راسم لكم لو انتم فاكرين قلت لكم ثيكا سال موجوده في الاستروما ومين والكبسول، فالكبسول شخصيه تخين. والاقي مالتيبل سمول سب كابسولر فوليكلز ارنجد بريفيرلي، قلنا عامله نيكليس ايه ابيرز. تعالوا مجننكم شويه بقى، اليوترس ده سيمتريكالي اللارج صح، وممكن يبقى فيه ادينومايوزس. ايه الادينومايوزس ده؟ الادينومايوزس اندوميتريال جلاند في الوول بتاع اليوترس، بدليل ان اسمها ادينومايوز، كانه فيريانت من الاندوميتريوز. ما احنا قلنا ما دي هايبر استروجينيك كونديشن صح ولا لا؟ ليه؟ عشان البروليفريشن العالي بتاع مين؟ بتاع الاندوميتري. يبقى ادينومايوزس ولا اندوميتريال هايبربليزيا ولا اندوميتريال كانسر ولا اندوميتريوزس، بتتكلم في ايه يا عم؟ بنتكلم في اللونج تيرم ايفكت. قلنا هايبر استروجينيميا يعني اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كانسر واندوميتريوزس، انسولين ريزيستنت تايب 2 دايابيتس وهايبرتنشن، ديسليبيديميا واسكيميك. انا للتسهيل بقول ثلاثه ايه؟ هايبر صح؟ هايبر استروجينيميا وهايبر اندروجينيز وهايبر ايه؟ ليبيديميا من الاندروجين العالي. لازم بقى نشوف العينه. البيكتشر اللي انا بقول لكم عليها دي منطقيه جدا. اللي هي ايه المنطقيه؟ ان العينه دي مبدئيا كده فيها انوفيليشن. مين يقول لي الانوفيليشن دي بريزنتت ازاي؟ في اول حصه شرحتها ها؟ منسترال ديسفانكشن وايه؟ وفيرتيليتي. المنسترال ده عباره عن ايه؟ انفيرتيليتي او ريكرنت ايرلي ابورشن. تقول لي سوري انا اسف. عباره عن ايه؟ عباره عن امينوريا او اوليجومينوريا و او ايه ابنورمال جينيتال بليد. امتى يحصل امينوريا؟ لما يقعد البي سي او ده مرض 6 اشهر وانت طالع، لان غياب الدوره 6 اشهر وانت طالع اسمه ايه؟ امينوريا. طيب لو قعد الدوره تيجي شهرين ثلاثه اون وشهرين ثلاثه اوف وشهرين ثلاثه اون وشهرين ثلاثه، يبقى دي اسمها اوليجو ايه؟ امينوريا. الدوره بيجي لها على فترات ايه؟ متباعده. طيب لما البي سي او ده يعمل اندوميتريال هايبربليزيا، مش ده اندوميتريال تخين يخر الدم صح ولا لا؟ لما اندوميتريال تخين يخر الدم يبقى عمل ابنورمال جينيتال بليدنج ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان المنسترول ممكن يبقى قله وممكن تبقى ايه؟ زياده. شوفوا الكلام ده لما قلته اول مره ما يرجع اقوله تاني، ما يرجع المره الجايه اقوله تالت، ما يرجع المره الجايه اقوله رابع، فاهمين ولا لا؟ يبقى خليك ايه؟ تدريجيا، خليك ايه؟ تدريجي كده. هو كده، هو العلم كده، هو الطب كده. تفرق كتير قوي معلش، البطنه والاطفال فيهم كتير قوي فيسيولوجي، فيهم كتير قوي عديت عليه في الفارما. النساء لا، النساء ده الشابتر اللي ما كانش بيتذاكر في كل فرع، لا في الباثولوجي ولا في الهيستو ولا جيت ناحيته ولا في الفيسيولوجي ولا تعرفه اصلا. ده بقى لي كذا سنه اقول لهم مش عارفين اليوترس يا اولاد واليوتيوب، يقول لي لا اصل البلفس كان ملغي في الاناتومي. البلفس كان ملغي؟ يعني انتوا هتطلعوا دكاتره من غير بلفس؟ فاهمين الفكره؟ فمع يعني معلش ظروفنا وظروف بلد ونستحمل بعضنا. طب فيرتيليتي، انفيرتيليتي او ريكرنت ايرلي ابورشن ليه؟ طب انفيرتيليتي مفهومه دي انا فاهمها، بس العينه دي كل ما تيجي تبوظ كل ما يطلع لها بيضه مش كده؟ بتكون الظروف اللي حوالين البويضه دي ايه؟
مش مناسب. فالكوربس ليوتيم بيبقى ايه؟ ضعيف. يعني يوم ما العيانة دي ربنا يكرمها بأوفيليشن مش لازم، مش لازم، بس غالبا يوم ما ربنا يكرمها بأوفيليشن هيبقى معاها ليوتيال فيز ايه؟ دفع. ليه؟ لانه جه من جرافيان فوليك العانت اصلا علشان تأوفيليت. فبص الاقي ريكورنت ايرت وارد او وارد خلاص. يبقى مبدئيا احنا اتفقنا ان العيانة دي فيها كرونيك اند أوفيليشن. فتيجي تشتكي من حاجة من دول ازاي؟ لسه متجوزة، اتجوزت من شهرين، خلي بالكم الكلام ده لان دي اهم حاجة في الموضوع. اتجوزت من شهرين تلاتة اربعة خمسة. فانت حفظونا في مدرستنا ان انفرتيليتي يعني واحدة متجوزة بقالها سنة وما خلفتش. فجيلك بعد شهرين تلاتة تقولك انا ما حملتش، لا غوري في ده. لا، ده انديكيشن ان انا اتدخل قبل السنة. اللي هو ايه الانديكيشن؟ ان عندها ويل لون ديزيز اسمه بي سي او. اقول لها طب بتشتكي من حاجه تانيه مع الانفرتيليتي؟ فتقول لي اه، دي الدوره ايه ملخبطه، وحضرتك الشعر بيطلع عندي كتير، شايف وشي كله حبوب اهو. فاقول لها اه طب ماشي، يبقى انا هتدخل قبل السنه هنا علشان انت عندك بي سي او. بس وانا بعالج البي سي او انا دماغي هتبقى ان انا عايز اعالج لك مين؟ الانفرتيليتي. فاقول لها طب بصي بقى، احنا هنعمل اندكشن اوف. شايفين شكل العيانه هو اللي جرنا ازاي لطريقه العلاج ولا لا؟ يبقى شكل العيانه دي جرني قال لي بص تعالى يا عم اندكشن اوف اوفيليشن ازاي. فاسالها انت عندك بيجيلك دوره؟ فتقول لي لا. او معامل ايه؟ مدي بروجستيرون كام يوم؟ واعمل ايه لما اديت البروجستيرون خمس ايام؟ عمل ايه في الاف اس اتش والال اتش اللي هما كانوا جدر المشكله؟ وقفوا وقفوا، لان انا بديهم بجرعات عاليه شويه وبعدين اوقف. طب لما اديتهم كده وابتديت اوقف الدنيا والحكايه والروايه، اقوم ابتدي اول يوم لسه الهامم تعمل سايكل جديده صح، اقوم مزغزغها بكلوميد. قد تستجيب ليه الهايبوثالاموس والبيتيوتري وقد ايه وقد لا؟ اكيد استجابتها هتبقى اقل من العينه العاديه، بس انا بجرب حظي. مفهوم ولا لا؟ طيب جربت حظي مع الكلوميد ومنفعش، او عامل ايه؟ ادي جونادوتروبين ريليزنج هرمون، سوري، ادي جونادوتروبين هرمون زي حقن اف اس اتش وال اتش، وانا بديهم هبقى مبسوط ولا متضايق؟ ليه؟ قلت لي اسمك ايه؟ الله يكرمك يا دينا. قالت لي ده الاوفري اصلا كبير والال اتش عالي، فلما تدي حقن اف اس اتش وتكبر الاوفري الكبير ويكون في ال اتش عالي ولا بتاع، تبقى مشكله اللي عندك هاي ريسك اوف اوفريان ايه؟ هايبر ستيج. بس بديهم ولا لا؟ بديهم واجرب حظي. حصل اوفريان هايبر ستيميليشن اوقف. مش انا بعمل مونيتور للاندكشن ولا سايبه كده يرعى؟ طيب عملت اندكشن اوف اوفيليشن بالجونادوتروبينز وما نفعش، اعمل ايه؟ لا بقى عايز اعمل اي في اف بقى. ماشي، انا عايز اعمل اي في، بس في طريقه صايعه قوي في الاندكشن اوف اوفيليشن بتستخدم في حالات البي سي او بس، ان انا اخش بالمنظار. خلي بالكم واكوي الاوفري، هوريكم الكلام ده حالا دلوقتي في الفيديو. اخش بالمنظار واعمل ايه؟ اسمه لاباروسكوبيك اوفريان دريلينج، واخش جوه شويه بحيث اكوي في الثيكا سل. بحيث اكوي في مين؟ لما اكوي في الثيكا سل يقوم الاندروجين يحصل له ايه؟ يقوم الاستروجين يحصل له ايه؟ يقل. يقوم يبتدي الريفرس ريشيو بتاعت الاف اس اتش والال اتش دي ايه؟ تتعادل. الراجل اللي عمل اللاباروسكوبيك اوفريان دريلينج انتوا عارفين كان عامله ليه؟ كان عامله علشان يفرقع الفوليكلز، لانه كان معتقد ان دي سبب المشكله، وانه لو ابتدى فوليكلز جديده الكلام ده ممكن يصلح الموضوع. وبالابحاث لقوا انه ال اتش ليفل بيبتدي يهدى والاف اس اتش بتبتدي يعلى، فابتدوا يحطوا اللي انا بقوله ده كنظريه، وابتدى يبقى نظريته مقبوله. هو قال ايه؟ قال ان انا لما بعمل تروما للفوليكلز ده بينشط فوليكلز جديده قد تنمو احسن. والناس العلماء قالوا ايه لما عملوا بحث؟ قالوا والله يبدو ان انا لما عملت سيكا سيل الاندروجين ليفل ابتدى يقل، فالاي 1 ابتدى يقل، فالال اتش، ويبقى كل ده في اطار ايه يا اولاد؟ نظريات. انما حق ربنا
انه لما بعمل لابروسكوبيك اوفيريان دريلينج ايضا عشان كل الحاجات دي او عشان حاجه تانية احنا ما نعرفهاش، انه في ناس بيجيلهم ايه اوفيليشن. يبقى انا بعمل اندكشن اوف اوفيليشن، اندكشن اوف اوفيليشن بكلوميد، موافقين؟ ما ينفعش يبقى هدور في ايه جوناتري. طب انا خايف ممكن اعمل لابروسكوبيك اوفيريان ايه دريلينج، هنشوف ايه. طيب عينه رقم 2، العينة رقم 2 دي أصلا خلفت مرتين قبل كده، وبعدين تخنت زيادة شوية، مش ده وارد؟ وتبقى دي بداية ولا لا؟ الهايبوثالاماس بعد لما خلفت العيلين قررت إنها تعمل كده، قررت إن هي يبقى فيها هايبوثالاميك بيتيوتري إيه؟ ديسفانكشن. فابتدت العيانة دي مشكلتها تبقى إيه؟ الحقني يا دكتور، أنا الدورة ملخبطة خالص، تغيب 6-7 اشهر وبعدين تنزل عليا بنزيف، وبعدين تغيب 7-8 اشهر وبعدين تنزل عليا بايه؟ بنزيف. فاقول لها اه يعني وايه كمان يا فندم؟ حضرتك شايف انا تخينه خالص. فاقول لها طب ممكن نخس؟ فبعتها عند ايه؟ دكتور التعذيب ساديستك، يبقى خارم مناخيره بحلق كده، طخ ملعقه فول الصبح، طخ ثمره فاكهه، طخ حاجه. فيبتدي تروح للدكتور التعذيب ده، فيبتدي يعذبها بحيث انها يحصل لها ايه؟ خس. واقوم مديها ايه؟ ميتفورمين، على امل ان انا ازود الانسولين ايه؟ ريزيست. الله، يبقى دي مشكله كده جانبيه اسمها ايه؟ اوبيزيتي. ودي حلها ايه يا دكتور؟ ديكريز الويت ودي ايه؟ ميتفورمين. كويس. ومن هنا يبتدي يظهر بقى ان انا ممكن الكلوميد ازود معاه ايه؟ ميتفورمين. فهمنوا بقى المؤامره الخارجيه بقى. فالميتفورمين ده يقلل الانسولين، زي فقلل الانسولين فقلل الاندروجين برودكشن، فيبتدي ريسبونس للكلوميد ايه؟ يتحسن. صح. طيب فتقولي اه بس انا بص انا خسيت اهو بتاع، والدوره لسه بتلخبط وبتيجي ساعات وما تجيش ساعات. فاقول لها طب بصي بقى، احنا هنديكي كومبايند oral contraceptives، combined oral ايه؟ استروجين وبروجستيرون، او نديكي بروجستيرون سايكليك. يعني ايه بروجستيرون سايكليك؟ يعني اعمل سيميوليشن كده، اجي ادي البروجستيرون 10-14 يوم واوقفه. حلو؟ هينزل دوره ولا لا؟ هينزل ولا لا؟ هينزل. ليه؟ اه برافو عليكم، فهمتوا بقى الكلام بتاع زمان؟ مش انا الاندوميتريوم ده متعرض لايه؟ الاسم. يبقى لما ادي 10 ايام بروجستيرون وقفه يحصل وذرول ايه؟ بليدنج. اقوم سايب بعد الوذرول بليدنج ده 10-14 يوم كمان، واقوم مدي في اخر 10 ايام ايه؟ بروجستيرون واوقفه. ده اوبشن، والاوبشن الثاني ان انا ادي ايه؟ سي او سيس 3 اسابيع وايه؟ واوقفها، فيحصل وذرول، او مدي تاني سي او سيز وايه؟ كاني بعمل لها ارتفيشال سايكل. ايه الاستفادات اللي انا استفدتها بالسي او سيز او السايكليك بروجستين؟ يلا مين تعرفوا تطلعوا معايا مجموعه الاستفادات اللي انا ممكن استفيدها لما ادي للعيان؟ معلش اقول تاني بدي سي او سيز ازاي. دلوقتي انا عندي عيانه جايه من الشارع ما فيهاش اي حاجه خالص، خلاص هديها سي او سيز 3 اسابيع. معلش هرسمها هنا كبيره شويه عشان كلنا نشوفه. هدي السي او سيز دي 3 اسابيع، صح؟ 3 اسابيع واوقفها، متفقين؟ لما اوقفها بعد 3-4 ايام هينزل الدوره، صح؟ بعد 3-4 ايام هتنزل الايه؟ اسيب اول 3-4 ايام من الدوره وبعدين ابتديها تاني، صح كده؟ يبقى انا بدي 3 اسابيع اون و 1 ويك ايه؟ اوف. سهله؟ شايفين الرسمه ولا لا؟ كل شايف الرسمه؟ انا اديت كام اسبوع يا ولد؟ 3 اسابيع. تعال نعلم عليهم بالاسود كده. 21 حبايه، اديت 3 اسابيع 21 حبايه اهم، وبعدين وقفتها بعد 3-4 ايام نزل الدوره، وبعد 3-4 ايام من بدايه الدوره ابتديت ادي تاني، بحيث ان انا اعمل 3 ويكس اون و 1 ويك ايه؟ سهله دي؟ طيب. او ان انا اجيب البروجستين وادي البروجستين كده لمده 10-14 يوم، صح؟ وبعد 3-4 ايام من ما ينزل من ما اوقف البروجستين هتنزل ايه؟ دوره.
استنى بقى، مش الدوره كانت نازله هنا كده؟ استنى بقى وابتدي بعد 10 ل 14 يوم البروجستيرون من تاني، وهكذا اقعد الفلف البروجستيرون سايكل. استفدت ايه بقى بالسايكليك سي او سيس دي او السايكليك استروجين وبروجستيرون؟ انا عايز اربع استفادات بس. اول حاجه، برافو عليك، ان انا عملت ريستارت للهايبوثلاميك بيتيوتري اوفريان اكسس. دي اول حاجه كده، اول فتح كلام، ان انا حضرتك قفلت الهايبوثلاميك بيتيوتري اوفريان اكسس، بقفلها كل شهر وافتحها واقفلها وافتحها، على امل ان بعد 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر اقدر اوقف الكلام ده واقدر ان الهايبوثلاموس بيتيوتري يشتغل كويس. ايه كمان؟ ايه؟ ولد لما انا قللت ال LH مش انا هقلل الاندروجين؟ يبقى الهيرشوتيزم والاكني والمسخره اللي عندها دول يحصل لهم ايه؟ يروح، مش كده؟ طيب ثلاثة، ايه يا فندم؟ سايكليك شيدنج اللي انا عملته ده، مش انا عملت سايكليك شيدنج؟ فبالتالي ما بقتش عرضه للاندوميتريال هايبربليزيا والاندوميتريال كانسر، وكمان يعني بقى في بروجستيرون دايما. يبقى انا زودت بروجستيرون وعملت سايكليك ايه؟ شيدنج. الاندوميتريوم كل شهر بينزل وما بيتعرضش للان اوبوزد استروجين، بقى كمان معايا بروجستيرون، صح؟ ها؟ تعرف تجيب الرابعه؟ استنى بقى، تالي كان معايا فلوس. تمالك بختك معفن كده والله العظيم. ثلاثة، معلش يا مصطفى، هم 15 جنيه الموجودة انا موجود نفسي، لو جبت الرابعة بقى طب 15 جنيه كده تبقى ايه؟ شاطر. يعني عايز ايه؟ 75 فول ولا عايز ايه؟ الرابعة، تسعة، ها؟ يبقى انا عملت ريستارت للهايبوثلاميك بيتيوتري اوفريان اكسس، موافقين؟ وعملت قللت ال LH فزودت الاندروجين برودكشن، موافق؟ سايكليك شيدنج، اقول لكم الرابعه؟ ايه؟ لا خالص، بالعكس على فكره، بس اسكتوا انتوا الاثنين عاملين اللي فيها بتاع الاستروجين بيعمل انسولين ريزيستنس، انتوا شكرين قوي، ها؟ ايه؟ فين؟ مين اللي بيتكلم؟ ايه بقى؟ قول. انا ساعتين يحصل بريجنسي؟ ان انا اديتها مانع حمل؟ لا. طيب كونتراسبشن. طب سهلة ازاي؟ مش احنا قلنا ان العيانة دي احتمال كل كام شهر كده يجي لها اوفيليشن وتحمل وتسقط وكذا؟ واحنا اتفقنا ان العينه دي باركو اساسا. يبقى انا السي او سيز هنا بالذات، سي او سيز طب اضافت لي معنى جديد اسمه معنى مين؟ الكونتراسبشن. يا رب نكون واضح لينا كلنا الاربع حاجات، تقولهم تاني سوا. اول حاجه عملت ريستارت، معلش تاني، لا ساعات ارسل عشان اللمبه ما بتولعش اول ما تقفل. عملت ريستارت للهايبوثلاميك بيتيوتري اوفريان اكسس على امل انها ترجع تشتغل مره تانية. خلاص يا دكتوره 100%، خلاص ادي واحد. رقم اثنين، قللت ال LH فقللت الاندروجين برودكشن، وده خلاني الهرشيتزم والاكني والحاجات الجميله دي اعالجها. رقم ثلاثه، عملت سايكليك شيدنج واديت بروجستيرون على الان اوبوزد استروجين فقللت الاندوميتريال هايبربليزيا وكانسر وكده. عملت كونتراسبشن، ودي الرابعه، ما احنا قلنا ان هي مش ابسوليوت ان العيانه يتبوظ يا ما تبوظش، يبقى عندها دقن كده ما يبقاش عندها، لا ده تيجي العيانه دي كل شهرين ثلاثه اربعه، فانا عايزه تضمن العيانه دي انها ايه؟ طيب افرض العيانه قالت لي انا عمال اخرخر عمال على بطال والدم عمال ينزل، اسكت الدنيا زي الزفت، اعمل ايه؟ اول حل هو ان انا اديها سي او سيز و سي او سيز وبسايكليك بروجستيرون، صح ولا لا؟ طب افرض السي او سيز والسايكليك بروجستيرون اديتهم والعيانه لسه بتخر الدم، اعمل ايه؟
اعمل دي ان سي ليه؟ واضح ان الاندوميتريوم تخين زياده عن اللزوم. انا محتاج اشيل الاندوميتريوم التخين ده الاول وبعدين ابقى اجرب اشوف ايه الحكايه. مفهوم كده؟ طيب دي ان سي دايلاتيشن اند كيريتاج من ايام الاوبستريكس، هي هي دايلاتيشن اللي هي عمليه الكحت من تحت. ان انا اشيل الاكسسيف اندوميتريوم ده عن طريق دايلاتيشن اند كيريتاج على امل ان الاندوميتريوم التخين ده لما ادي سي او سيز بعد كده يبتدي الدنيا تنتظم شويه ايه بشويه. ما نفعش الكلام ده هعمل ايه؟ هيستراكتو. قلنا اندكشن اوف اوفيليشن اي في اف لو ما نفعش. طيب اخيرا مش عايز انسى ان الليمب الثالث من العيانه دي هي فكره الهرش ديزم. ممكن تيجي العيانه اؤمر يا مدام بس ما تقولش مدام. ده مبدئيا ما فيش كومبلين اسمه انفيرتيليتي، فاهمين الفكره ولا لا؟ اؤمر يا مدام بس ما تقولش مدام. طيب اؤمر يا انسه، ايوه كده تعيش اللي مضايق انا ما فيش حد يقدر يضايق. امال حضرتك جايه لي ليه؟ عشان حضرتك شايف ده كده اهو شايف حضرتك قلبي وشعر صدري غضبانين عليك يا دكتور، شايف المنظر ده؟ وبعدين حضرتك انا بصرف فلوس كتير قوي بروح عند مدام ميرفت في ميرفت بيوتي بالاس ومطلع عيني. طيب طب والدوره بتاعتك اخبارها ايه؟ ولا بتيجي كلبه وانا مبسوطه. انا قلت لك مفيش حاجه تقدر تضايقني. واخدين بالكم انا عايز اقول ايه؟ ان مش ضروري الامينوريا دي تبقى كومبليت، بس هل ينفع اسيبها كده؟ اصلا لا، لانه على اللونج تيرم هيبتدوا ال 1 2 3 يظهروا. هي اللي مضايقها مين؟ طب اعمل ايه؟ ولد ولد وارجع تاني واقول لك ان السي او سيز يبدو كده ان هي كان من ضمن حاجاتها انها بتقلل ال ال اتش وتقلل الاندروجين ايه؟ مفهوم يا اولاد ولا لا؟ كويس. يبقى سي او سيز، يا سلام بقى لو السي او سيز اللي معاك يا سلام يا سلام فيها سينثيتك بروجستيرون لي اندروجين ريسبتور بلوكينج افكت. تعال نفهم يعني ايه. لما بعمل سينثيتك استيرويدز يا اولاد، ما بعمل سينثيتك ايه؟ استيرويد. السينثيتك استيرويد مش لازم تظبط دايما انها تركب على استيرويد ريسبتور دون الاخرين. اديني مثال يا دكتور. يعني انا بعمل سينثيتك بروجستيرون يطلع بيركب على الاندروجين ايه؟ ريسبتور. او على الاستروجين ايه؟ انتوا شفتوا الفرق ما بينهم كام كربونه، فاهمين قصدي ولا لا؟ فوانا بعمل سينثيتك مش بيبقى شبه البروجستيرون الاصلي بتاع بلاده، يبقى حاجه كده مش شبهه كده. فلاقيه كمان في منه هو حاجه باينه بين البروجستيرون والاندروجين، فبيركب على ريسبتور دي وعلى ريسبتور دي. لما يركب على الاندروجين ريسبتور ساعات يبقى ستيميولاتري وساعات يبقى ايه؟ انهبيتري. ودي المشكله، ان لما بنيجي نعمل سينثيتك بروجستيرون بتركب على الاندروجين منها بعضهم. انا حريص جدا معاكم بالذات. لما بعمل سينثيتك بروجستيرون ساعات بعضهم بيبقى اندروجينيك، بيركب على الاندروجين ريسبتور ساعات استيميلاتري وساعات ايه؟ انهيبيتور. فاجي هنا في خانه السي او سيز اقول له اوعى تستخدم البروجستيرون اللي هو بيركب على الاندروجين ايه؟ ريسبتور. ويا سلام لو استخدمت اوعى تستخدم البروجستيرون اللي بيستيميليت الاندروجين ريسبتور. ويا سلام لو استخدمت البروجستيرون اللي ليه اندروجين ريسبتور ايه؟ بلوكينج. اسمه ايه البروجستيرون اللي ليه اندروجين؟ سيبرو تيرون اسيتيت. سيبرو تيرون اسيتيت. معرفش ايه علاقه ليه بتلخبطوا بين السيبرو تيرون اسيتيت والكلوميفين سيترين. يعني ده سيبروتيرون اسيتيت وده كلوميفين سيترين، يعني ايه ليه؟ الكلوميفين سيترين انتوا فاكرينه مش هتنسوه مش كده؟ الاب والزعيم والمعلم والقائد كده. السيبروتيرون اسيتيت ده سينثيتك بروجستيرون ليه اندروجين ريسبتور بلوكينج ايه؟ افكت. يبقى انا كده بقى كمان زودت ميزه سته يا مصطفى او زوري ميزه خمسه
في السي او سيز هنا. الميزه الخامسه اسمها ايه؟ ميزه رقم 5 اندروجين ريسبتور بلوكينج ايفكت، فيبتدي يقلل مين؟ الهيرشيدزم. شفتوا التلات عيانين الرئيسيين بتوع البي سي او؟ لازم تشوفهم، لان في الكيس لما هيجيلك في الامتحان احنا بنبتدي بقى نقلب بقى كلامنا دلوقتي بقى. احنا خلاص بقى من هنا لغايه لما خلص جاينا مفيش نظري، مفيش كلام في المطلق، في عيانه بتاخد علاج. مين التلات عيانين؟ شفتوهم؟ التلات عيانين ممكن يبقوا اوبيس، التلات عيانين ممكن يبقوا ايه؟ فجنرال لاين كده، جنرالي ابتدي اعمل ريدكشن للويت وادي ميتفورمين. بالمناسبه في حته كده على جنب، يعني عارفين منظر امراه تحت العمود؟ عمود كده، واحده راكنه عليه كده، وفي في بقها ايه؟ سيجاره. جه منين المنظر ده؟ السجاير يا اولاد بتزود الاندروجين برودكشن، عارفين الموضوع ده؟ السجاير بتزود الاندروجين برودكشن. ايه سؤال في القصر العيني في الترم اللي فات يقول لك ايه؟ ايه علاقه التدخين بالفايبرويد؟ بيقلله لانه بيزود الاندروجين برودكشن وبيعمل اطفي في الفك. مهم يعني. فالاندروجين برودكشن ده هو المسؤول عن الديزاير في الفيميل. ربطت العلاقه، عرفت هي ليه تحت العمود. هي السيجاره تؤدي انها تحت العمود، والعمود محتاج سيجاره، والسيجاره محتاج عمود، وسيجاره جابت جوان، وجوان جاب حبايه، وزي ما انت عارف. فيبقى التدخين بيزود الاندروجين برودكشن. ايت سوايس ان المدخنه تعمل ايه؟ تقلل التدخين عشان تقلل الاندروجين. احد مشاكلنا هنا بيسموا الثلاثه دول جنرال لاين. اسمهم ايه بقى الجنرال لاينز الثلاثه؟ ستوب سموكينج عشان اقلل الاندروجين، واعمل ريدكشن اوف ويت واخد ميتفورمين عشان اقلل الايه؟ الاندروجين برضه، عشان اقلل الايه؟ انسولين ريزيستنس. طيب دي حاجه مشتركه اللي هي انها ممكن تبقى اوبيس. الحاجه المشتركه دي في تحتيها ثلاثه كلينيكال برزنتيشن. في تحتيها كام كلينيكال برزنتيشن؟ البرزنتيشن الاولاني انها تبقى ايه؟ انفيرتايل، متجوزه وعايزه تحمل، ومعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن بكلوميد. ايه الاضافات اللي ممكن تزودها للكلوميد تحسن نتائجه هنا؟ ميتفورمين وديكساميثازون ينفع. لو في زياده في الاندروجين برودكشن بتاع الادرينال يبقى ديكساميثازون ينفع. شفتوا السلكشن بيبقى عامل ازاي؟ احنا بناخد الحاجه الاول ان جنرال، بالابلكيشن هيبقى الكلام دهبل، بالابلكيشن هيبقى الكلام دهبل. طيب ممكن بعد شويه ابتدي اريبليس الميتفورمين ده، سوري الكلوميفين ده، باف اس اتش وال اتش. طب لو انت خايف من منظر الاوفري وشكله كبير او فيل، ممكن اعمل لابروسكوبيك اوفريان دريلنج هنتفرج عليه، اللي هو الميكانيزم بتاعه انون، بس ممكن ان الكوترايزيشن ده بيقلل اندروجين برودكشن. فهمتوا فكره ان انت اكسر الحلقه من اي حته ولا لا؟ الحلقتين دول اكسرهم، اكسر الحلقتين لو سمحت. طيب ده لو الكومبلين بتاع الفرتيلي. طب الكومبلين بتاعها الريجولر بليدنج، دوره ادي اعمل لها ايه؟ سي او سيز. وقلنا في السي او سيز او السايكل البروجستيرون كام فايده؟ 4، وتبقى 5 لو كان الكومبلين بتاعها ايه؟ بعمل ريستارت صح، بقلل الاندروجين صح، بعمل سايكليك شيدنج، وبدي كمان كونتراسبشن. كويس. طب وبعدين العيانه رقم 3 الكومبلين بتاعها بليدنج. انا رقم 3 الكومبلين بتاعها، يبقى قلنا 1 انفيرتيليتي، 2 خلينا نقول امينوريا، 3 بليدنج. الاثنين دول اسمهم ابنورمال جينيتال بليدنج. الابنورمال جينيتال بليدنج دي هديها سي او سيز برضو او سايكليك بروجستين. ما ينفعش يبقى اعمل دي ان سي، ما ينفعش يبقى اعمل ايه؟ هيستركتومي. امتى؟ لازم اشوفها، لازم يا ندى تبقى في دماغي. العيانه اللي عندها بي سي او بس عندها 40 سنه وعندها 3 4 عيال قبل كده، دي ساعتها وعملت دي ان سي وفيلد، ساعتها اخش اعمل لها ايه؟ استركتومي. طيب تعالوا نروح للهرشيتزم. هعمل ايه؟ سي او سيز، بشرط ان السي او سيز ده ما يبقاش فيه بروجستيرون اندروجينيك، ويا سلام لو فيه بروجستيرون ايه؟ ليه اندروجين ريسبتور بلوكر اللي اسمه سيبريتورين اسيتيت. بالمناسبه السي او سيز اللي فيه اندروجين ريسبتور بلوكنج ده ليه اسم لطيف، ديان. ديان ده نسبة إلى برنسس ديانا، مش بجا يعني مش نكتة. قالوا يعني اللي تاخده تبقى مزة كما ديانا، يعني إنه السيبروتيرون أسيتيت ده ليه أندروجين ريسبتور بلوكينج إفكت، هيخليكم مزز يا أولاد. ماشي؟ طيب
شفتوا بقى ازاي العيانة عندها منسترال ايريجولاريتي ايذر ابنورمال جينيتال بليدنج او برافو عليكم. العيانة دي فيها انفيرتيليتي او ريكارنت بريجننسي لوس. العيانة دي فيها هايبر انرجيزم انرجيزم واكلي بس مش اكتر من ايه من كده. طيب لما تيجي تفحصها هتبص تلاقي بالجنرال اكزامينيشن العيانة دي ايه اوبيس بي ام اي بتاعها اكتر من 27. ايه الاكنسوزس نيجريكانس دي؟ برافو عليكم، دي مانيفستيشن للانسولين ايه ريزيستنس. الاوفري بتاعها كبير واليوترس راخر كبير، واتفقنا على روتردام كرايتيريا فاكرينهم اللي هم في الاخر طلعوا اندروجين اكسس وانوفيليشن وادامز كرايتيريا بالالترا ساوند. كويس، انا عايز انط على الحته دي واروح على التريتمنت وابدا الحصه الجايه بمراجعه البي سي او والانفستيجيشن ونكمل بقيه الانوفيليشن. قلنا في التريتمنت الجنرال لاينز اخبارها ايه؟ اوقف السموكينج، اعمل ويت ريدكشن وميتفورمين عشان اقل. لو العين عايزه تحمل بعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن كوكلوميد، ممكن ازود عليه بروموكريبتين، ممكن ازود عليه اتش سي جي. بروموكريبتين امبيريكال يا اولاد، خلوها امبيريكال كده لغايه المره الجايه وهرجعها لكم. ونادوتروبين هامب واتش سي جي مهم. سيرجيكال اندكشن لو انت خايف من الريسك اوف اوفيريان هايبر ستيميليشن او اندكتف فيل، بايلاترال لابروسكوبيك اوفيريان دريلنج. تعالوا بس ايه فيل ها ART. طب تعالوا نبص على يعني ايه اوفيريان دريلنج. بصوا كده بيقول لك ثبت الاوفري. شايفين يعني ايه اوفيريان دريلنج يا اولاد؟ شايفين يعني ايه اوفيريان دريلنج؟ لا ما انا عشان كده قلت، انا قلت لك بس هو بيخش في العمق جامد قوي. شايفه؟ شايفه العمق؟ العمق ده عشان كده قلت لك دي نظريات كلها. الشاهد عندنا ان دي شغاله. هو ايه يا حبيبي؟ لا 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 جايدد ان انا بص جايدد ان انا اعمل سته بانكتشر على كل واحدة اقعد فيها 3 ثواني عشان الثلاث ثواني دي تكوي حواليا عشان تصيب التيشوز اللي حواليا. اعمل 6 بانشر عشان تصيب اللي حواليا. كله بيلعب قبل زعمة الاوتوبيس. طيب قلنا لو بريجنسي از نوت ديزايرد يعني العيانة دي بتشتكي من الريجولار يوتراين بليدنج بندي سايكليك استروجين سايكليك بروجستين دي ان سي ثيرابيوتيك ودياجنوستيك. ثيرابيوتيك بشيل الاكسسيف اندوميتريوم ودياجنوستيك عشان اشوف فيه اندوميتريال هايبرفيزيا او كانسر. بصوا هيستريكتومي امتى؟ اول ذا بيشنت كومبليتد هير فاميلي. فيلير اوف الميديكال والدي ان سي. اتيبيكال هايبرفيزيا او كانسر يعني اندوميتريال هايبرفيزيا فيها اتيبيا او كانسر. بصوا بقى انا دايما بقول هيستريكتومي اوف عشان نتعلم دي يا اولاد. اولد امتى بعمل هيستريكتومي؟ لما العينة تبقى old completed hair family ويحصل failure لكل الconservative line أو يبقى فيه معايا associated condition requiring hysterectomy. سيبوهم كده لغاية لما نقولهم تاني. لو المين complaint هيرشيتيزم هنستخدم COCs أو ديان. مين الديان ده؟ COCs برضه بس فيه سيفروتيرون أسيتات اللي ليه androgen receptor blocking effect ونتقي في